أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من الفضاء الإخباري ما بعد المنتصف، وفيه تتابعون: العدو الصهيوني يواصل إجرامه الدموي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والمقاومة الفلسطينية الباسلة تكبد العدو خسائر غير مسبوقة. في ملفاتنا الوطنية نواصل المواكبة الإخبارية للندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، وبمناسبة فعالية معرض الإنتاج الوطني نسلط الضوء على دور المعهد الوطني للملكية الصناعية في حماية العلامات التجارية الوطنية ومرافقة حاملي مشاريع الابتكار. وفي ملف تنموي آخر، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يعزز دوره في دعم ومرافقة الفلاحين. كما نتوقف اليوم أيضا عند أهمية التكوين في المجال السياحي إثر الاتفاق الشامل بين المدارس العليا المتخصصة والمؤسسات الفندقية. هذه الملفات بالإضافة إلى مواكبة إخبارية للأحداث الجارية الآن ومواعيد إخبارية على رأس كل ساعة. ولكن قبل ذلك مشاهدينا الكرام، ندعوكم لمتابعة الفضاء الإخباري المحلي الذي تقدمه اليوم الزميلة ياسين يا حسيني. شكرا للزميلة ياسينيا، واللقاء مع الفضاء الإخباري المحلي يتجدد غدا بحول الله تعالى إلى مواكبة الأحداث الوطنية والدولية، وإحياء لليوم العالمي للغة العربية شهدت كافة ولايات الجمهورية فعاليات وأرشطة وندوات وطنية ودولية إحياء للمناسبة. وفي سياق إحياء هذه المناسبة، الزميلة إكرام قاضي أجرت هذا اللقاء مع رئيس المجلس الأعلى للغة العربية البروفيسور صالح بالعيد. نعم، يحتفل اليوم العالم العربي عامة والجزائر خاصة باليوم العالمي للغة العربية المصادف للثامن عشر من شهر ديسمبر من كل سنة، وهو اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة لتكون اللغة العربية اللغة السادسة في المنظمة وحول العالم والأكثر نموا بين اللغات الإنسانية الأخرى. شعار هذه السنة هو العربية لغة الشعر والفنون، وجاء شعارها هذا لأن اللغة العربية لطالما كانت ولا تزال مصدر إلهام وإبداع في الفنون وكذلك في الشعر، حيث لا يزال الشعر العربي منذ القدم وإلى الآن مصدر رقي وإبداع، ليبقى رقي وإبداع لا يزال يفتن الجميع بجماله ورقته. لمزيد من التفاصيل يحضر معنا رئيس المجلس الأعلى للغة العربية. سيدي، تفاصيل أكثر حول هذا اليوم، ما هو البرنامج الذي سطرتموه للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية؟ شكرا للقناة الوطنية على هذا الحضور الدائم المميز. المجلس الأعلى للغة العربية يحتفي بملكة اللغات، اللغة العربية لغة العالية، لغة التجلي. وبرنامجنا كما ترون هناك كلمات تخص حسن استعمال اللغة العربية، هناك برنامج واضح يخص الأداء الخاص بربع قرن من العطاء في كل المجلس. عرف الآن أعمالا رائعة جدا بخصوص طبعا خدمة المواطنة اللغوية، وأقصد اللغة العربية. البرنامج كما ترون هناك عرض لهذه الشريحة أمامكم بخصوص ما قدمه المجلس على اللغة العربية، ثم هناك تكريمات المجلس على اللغة العربية بجائزة اللغة العربية للآداب وهي الأولى من نوعها، ثم هناك اليوم هذه المحاضرات التي ستتلوها كلمات ذات العلاقة بالحالة التي تعيشها غزة هذه الأيام بما يسمى بشعر المقاومة. وطبعا البرنامج حافل من الصباح إلى المساء يتعلق بأن يكون المبدعون معنا، وبخاصة هذه السنة نحتفي بعنوان معروف ومن اقتراح اليونسكو: العربية لغة الشعر والفنون. فإذا كلمات تدور في هذا المجال. مجالنا الآن كيف جعل الشعر اللغة العربية راقية جدا،
كيف جعلت الفنون بصفة عامة هناك ما يسمى بالإبداع في الرواية، بالإبداع في النثر، بالإبداع في الرسوم، في النحت، في أشياء كثيرة. كيف نجعل الذوق يأتي من هذه اللغة العربية، لغة الشعر العربية، لغة العلم العربية، لغة الإبداع؟ هذا هو الشيء الذي نريده أن ننقله من خلالكم إلى كل المتابعين، ونحن نعمل من أجل تجلي هذه اللغة، وبخاصة نحن نستعد إن شاء الله إلى إعلان جائزة اللغة العربية لعام 2024 تتعلق بالعلوم وباللسانيات وبالترجمة وبحسن استخدام اللغة العربية. فشكرا على حضوركم، بوركت خطواتكم، السلام عليكم. شكرا لك سيدي. طبعا هي لغة الضاد، لغة الإبداع، لغة الفن. إذن ليبقى الاحتفاء بهذا اليوم للغة العربية هو تشجيع تعميم استعمالها في مختلف الميادين والمجالات، وكذا إبراز رونقها وروعتها للارتقاء بها. شكرا لكم وعودة إليكم. شكرا جزيلا لك زميلة إكرام قاضي، وشكرا أيضا لضيفك الكريم دكتور صالح بالعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، والذي أعلن في هذا اللقاء عن أن سنة 2024 ستشهد إطلاق جائزة اللغة العربية. مشاهدينا الكرام، لا يزال الكيان الصهيوني يتمادى ويمعن في ارتكاب الجرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، ولا يزال أيضا يترصد الأطقم الإعلامية والطبية ويقوم بتصفيتها بشكل علني ومباشر أمام أنظار العالم كله. التلفزيون الجزائري لا يزال يواصل مواكبة الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر هذا الفضاء الإخباري وعبر فضاءاتنا الإخبارية المتواصلة. وفي هذه الفقرة أسعد بأن يكون ضيفي البروفيسور رابح العروسي، وهو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. بروفيسور، أهلا بك في هذا الفضاء الإخباري. بالتأكيد لا يمكن أن نتحدث عن المستجدات دون أن نتحدث عن الإنجازات التي تحققها المقاومة الفلسطينية وتأثير هذه الإنجازات على الداخل الصهيوني. نعم، ممتاز. تحية مسيرة لك أخي فتحي. أولا، الحديث على الإنجازات المقاومة الفلسطينية ننطلق أولا من يوم 7 أكتوبر، يوم تاريخ انطلاق طوفان الأقصى. أعتقد تاريخ 7 أكتوبر وأول انتصار للمقاومة الفلسطينية. لماذا؟ أولا، أسقط الشعار الذي كان يتداول أنه المواطن العربي يقبل تطبيع ولا فائدة من أي حراك ضد الكيان الصهيوني، وضروري أن ننخرط في مشاريع التطبيع والقبول بالواقع الموجود. أعتقد 7 أكتوبر أسقطت هذه المقولة، وفي المقابل أسقطت مشاريع التسوية المبرمجة. كنا نسمع أنه كان هناك يعني حديث حول انخراط دول أخرى في مسار التطبيع، لكن 7 أكتوبر أوقفت هذه التسوية. الأمر الثاني، حتى الدولة أنجزت مشاريع تطبيع معها، وهناك من انسحب، هناك من جمد، وهناك من أدخل تلك العملية في شبه يعني أنها مستحيل الرجوع إليها من جديد. لماذا؟ المقاومة من جديد أعادت إحياء القضية الفلسطينية من جديد للواجهة، وهذا أكبر انتصار يعتبر للمقاومة. الأمر الثاني، لأول مرة في تاريخ المقاومة ومنذ 48 لم نرى أطول عملية أو أطول مواجهة لهذه الفترة، وفي المقابل تم استنزاف حقيقي لجيوش الاحتلال الكيان الصهيوني. لماذا؟ أنه اليوم أول مرة الكيان الصهيوني يعلن عن قائمة عدد من الجنود الذين تم قتلهم واستهدافهم أثناء المعركة، وهذا أكبر انتصار للمقاومة. الأمر الثاني، المقاومة لما ذهبت إلى ما يتعلق بالهدنة، الهدنة وانتصار وجه آخر من أوجه الانتصار، لأن قبول الهدنة والانخراط في الهدنة وخاصة مع المقاومة الفلسطينية وبالتقوسين مع كتاب القسام مع حركة حماس هو أكبر انتصار، لأن كان الكيان الصهيوني يصنفها ضمن الجماعات الإرهابية، وبالتالي لما يجلسوا مع أو يقبلوا الهدنة والمفاوضات والتفاوض مع هذه من يسميها كيان المنظمة الإرهابية، هذا أكبر انتصار للمقاومة الفلسطينية. الآن المقاومة الفلسطينية أعد أيضا الأمل للشعوب العربية والأمل للشعوب الإسلامية على أنه القضية الفلسطينية قضية مركزية بامتياز، والشعوب تئن وتحن للقضية الفلسطينية. اليوم رأينا المظاهرات في كل دول العالم، لا نتحدث عن دول عربية والإسلامية
الإسلامية وإنما حتى في الدول الغربية، الدول التي حكوماتها وقفت مع الكيان الصهيوني. كيف رأينا المظاهرات الشعبية، المظاهرات التي رفعت تلك الصور البشاعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الأبرياء، الأطفال، ضد النساء، وهذا أكبر انتصار للمقاومة، أن المقاومة قبيلة عفوا ربحت مكانا لها سياسيا وإعلاميا وحتى ميدانيا. سياسيا من خلال ماذا؟ أنه أدخل الخوف والرعب من جديد في الكيان الصهيوني. اليوم من هرب من غلاف غزة؟ هرب الغزاة، هرب المستوطنين، وبالتالي سياسيا أدخل أيضا التصدع والشقاق في الداخل الإسرائيلي، داخل الصهيوني. نعم، حتى حكومة الحرب الحالية تعيش مأزق سياسي بامتياز. هناك أصوات تطالب برحيل مجرم الحرب نتنياهو، تطالب بانتخابات مسبقة، تطالب بمحاكمته وغيرها، وهذا أكبر هزيمة سياسية تلحق به. المقاومة انتصرت إعلامياً. إعلامياً رأينا كيف المقاومة الفلسطينية قدمت لنا صوراً وفيديوهات تؤكد أنه المعركة هي مع الجنود الاحتلال، من حمل السلاح، وكيف استطاعت عن المسافة الصفر أن تقضي على كثير من الجنود، والأرقام كثيرة، وممكن كيان الصهيوني لم يعلن على القائمة الحقيقية. الأمر الثاني، المقاومة الفلسطينية من خلال جمع إعلامي أفضحت أن الكيان الصهيوني لم يستهدف الأطفال والنساء، فهو لم يقدم ولا جندي من المقاومة أو ولا قيادي كما يدعي أنه صحيح. توصل لاستهداف قيادات المقاومة. وفي المقابل هذا عزز من مكانة المقاومة من حيث المستهدفين. ما يستهدف المقاومة وما يستهدف الكيان فرق شاسع. صحيح. والأرقام تتحدث والصور تتحدث وكل شيء موثق ومسجل فتى على جدران وعلى أروقة المحكمة الدولية. لحظة فقط، انتصار آخر وهو أن المقاومة لما رأيناك في طريقة تسليم الأسرى وتصريحاتهم كيف كانت معاملاتهم، تم احترام حقوق الإنسان بامتياز لدى المقاومة، في حين الفلسطينيين في سجون الكيان كيف يعيشون. وكل هذه الإنجازات يرد عليها الكيان الصهيوني بارتكاب المزيد من الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وخاصة النساء والأطفال. الزميلة حفيظة عبد الصادق تفصل أكثر. ليل غزة كنهارها ونهارها كليلها، قصف وغارات ورصاص ودمار وتهجير قسري. ليلة دامية عاشها سكان مخيم جباليا شمالا ومخيم النصيرات جنوبا وعدة مستشفيات بغزة، بعد أن كثف طيران الاحتلال ودباباته قصف المربعات السكنية المزدحمة بالسكان والنازحين. سقط خلالها العشرات بين شهداء وجرحى، ناهيك عن العشرات العالقين تحت أنقاض المنازل. فيما يعيش الغزاويون أوضاعا معيشية ضنكة وسط شح المؤونة وانقطاع الكهرباء والوقود والاتصالات والإنترنت، اتهمت على ضوئها منظمة حقوق الإنسان Human Rights Watch الكيان الصهيوني باستخدام سياسة التجويع في غزة كأسلوب حرب. بعد 70 يوم حرب على قطاع غزة أخيرا دخلت المساعدات على قطاع غزة، هو اللي أخذناه. لكن المثلث الأحمر ومن مسافة الصفر يواصل زرع الهلع في صفوف الصهاينة سواء في غزة أو الضفة، في اشتباكات أثبتت فيها المقاومة الباسلة علو كعبها، مخلفة صرع في صفوف العدو وخسارة فادحة في العدة والعتاد. يحدث هذا ساعات قبل تصويت مرتقب اليوم في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وسط تخوف دولي من الفيتو الأمريكي. تابعنا إذن ما اختتم بها التقرير وهو المظاهرات التي تشهدها العديد من عواصم العالم. هل تشكل هذه المظاهرات أيضا شكلا من أشكال انتصار المقاومة؟ نعم، حقيقة نضيف فقط ما يتعلق بالانتصار من الجانب الإعلامي وحتى من الجانب الميداني. كما قلت قبل قليل، الآن الجانب الإعلامي نشهد اليوم اتساع رقعة المساندة ورقعة التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية. للأسف الشديد في مرحلة سابقة الكثير من كان لا يعرف القضية الفلسطينية وما هو حقيقة الكيان الصهيوني وحقيقة الواقع الداخل فلسطين، لكن ما واقع ممكن نقول رب ذرات نافعة ما تعلق منذ 7 أكتوبر إلى يومنا هذا أحيا القضية من جديد
واليوم لما نشهد المظاهرات على مستوى شتى أنحاء العالم من خلال الشعارات ورفع الصور للأسف الشديد، صور للقتلى، للأطفال، للتدمير البنى التحتية، لاستهداف المدنيين، كلها صور تؤكد أن الكيان الصهيوني فقد الإنسانية. الكيان الصهيوني فقد واستهدف حتى القانون الإنساني. الكيان الصهيوني أصبح يعتبر نفسه فوق القانون الدولي، وبالتالي زاد من مكانة الفلسطينيين لدى الرأي العام الدولي، وهذا ما شكل نقطة قوية للمقاومة ومن خلالها ضغط كبير على الحكومات الغربية. لما لاحظنا الحكومات الغربية، لنلاحظ مع أخي فتحي لما كيف كانت مواقفهم في بداية العدوان المنصوب 7 أكتوبر، والآن تغيير كبير في مواقف الحكومات الغربية، بدليل آخر مجلس صوت آخر اجتماع مجلس الأمن، الدول الغربية كانت تدعم الكيان، لم تصوت اليوم امتنعت، على الأقل امتنعت، وهذا يؤكد على أنه اليوم لا يمكن المحافظة على نفس المكان التي وحتى بالمناسبة الصهيوني. نعم. بالمناسبة أستاذ، حتى رئيس الوزراء الإيرلندي قال أن جميع الدول الأوروبية مع وقف إطلاق النار. نعم. باستثناء دولة أو دولتين. نعم. وهذا يؤكد على أنه الفاتورة الزمنية والمادية أصبحت ثقيلة جدا، وأصبح اليوم عيب وعار على صانعي القانون الدولي، على الكتلة الغربية التي أصلا فيها أنها تحمل المجتمع الدولي وتحمل سلم الأمن الدوليين. إذا كانت الهيئات الدولية التي وضعها الغرب لا تحمل سلم الأمن الدوليين، فماذا نعني هذا؟ ماذا يمثل هذا؟ أعتقد هذا أكبر انتصار للمقاومة الفلسطينية وللفلسطينيين على أن هذه المظاهرات فعلا أحرجت الحكومة الغربية ووضعتهم في زاوية ضيقة جدا، لأنه عيب وعار كيف تسكتون على هذه الجرائم وأنتم تدعون الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وترافعون على القانون الدولي وتدافعون على المواطنين والمواطنين كان وحتى على الحيوان، فما بالك بالإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني. أعتقد فعلا المظاهرات هذه أزاحت الكثير من اللثام على القضية الفلسطينية من جديد، وأيضا قدمت القضية الفلسطينية من جديد، وخاصة أن 2024 هي سنة منفصلية في تاريخ المقاومة فلسطين أيضا، وفي تاريخ حتى التوازنات الدولية. اليوم المجتمع الدولي منذ 7 أكتوبر أدخل القانون الدولي وأدخل المجتمع الدولي في تغييرات قوية. 7 أكتوبر كانت منعطف العلاقات الدولية، اليوم كل دول العالم تقر أن هناك إخفاق، وبلغتهم بلغة الغرب حتى قبل لغة يعني المتضررين. وأمس فقط وزير الخارجية من وهران تحدث على الشلل الذي أصاب الجسم الأممي. نعم. ومنه مجلس الأمن، وقال سابقا رئيس الجمهورية في جمعية العامة المتحدة خلال مداخلته أنه فعلا مجلس الأمن أصبح عاجزا، ورأينا اليوم حتى وقف إطلاق النار أصبح عاجزا، حتى في هدنة إنسانية أصبح عاجزا، لأنه أصبح الوظيفة الأساسية لم يقم بها، وهي مدافعة الدفاع عن السلم والأمن الدولي. وبالتالي أعتقد اليوم القضية الفلسطينية في أحسن رواق، وكما قلت قبل قليل رب ضارة نافعة. صحيح نبكي ونتألم على الخسائر وعلى الضحايا وعلى ما لحق بقطاع غزة بسكان الفلسطينيين، لكن نحن على يقين أن الانتصار إذا لم يكن اليوم فهو غدا حتما. ولكن على المستوى العاجل بروفيسور. نعم. العروسي، تحدثنا عن المظاهرات التي تشهدها العديد من عواصم العالم، ولكن في اليومين الأخيرين هذه المظاهرات انتقلت إلى عاصمة الكيان، وبتنا نرى مظاهرات عارمة أمام المقرات القيادية الصهيونية، بما يبشر ذلك بروفيسور؟ نعم. قبل ذلك أخي فتحي أقول مهم نقطة هامة، أنه الداخل الصهيوني كان يعيش شبع الحركة، لكن لم يعرف إعلام بهذه زخمة أمس. لماذا؟ نواصل. نعم. النقاش في هذه النقطة. نعم. ولكن نتحول الآن إلى ولاية وهران، وفي إطار المواكبة الإخبارية المتواصلة للندوة 10 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، يلتحق بنا من هناك الزميل ماسيل حامية. ماسيل، مساء الخير، ماذا عن مجريات اليوم الثاني من هذه الندوة الدولية 10؟ نعم، إذن في الكلمة إذن الختامية التي ألقاها وزير الخارجية الجزائري قبل قليل في ختام الندوة 10 من مسار وهران، نقل تهاني رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي بارك نجاح هذه الدورة، وهو الذي تابع مختلف أطوارها وأحاطها بعناية خاصة بالنظر لأهميتها ودورها في تنظيم العمل الإفريقي الجماعي. كما شكر الوزير عطاف المجهودات الجبارة التي بذلتها السلطات المحلية لولاية وهران على رأسها وللولاية، أضاف
أضاف وزير الخارجية: يكفينا فخرا أن مجموعة الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن أضحت اليوم من أبرز الكتل السياسية بالمجلس ومن أكثرها تجانسا وتآزرا وترابطا، ويكفينا فخرا، يقول السيد الوزير، أن قارتنا الإفريقية باتت تتفرد عن غيرها من التكتلات الإقليمية الأخرى بتمكنها من تحديد عهدة قارية يلتزم بها ممثلوها بهذه الهيئة الأممية المركزية، مؤكدا أن الجزائر من خلال المخرجات البناءة هي اليوم على أتم الاستعداد لتولي العهدة المنوطة بها في مجلس الأمن، ملتزمة تمام الالتزام بالتنسيق والتعاون والتضامن مع أشقائها الأفارقة، ومتمسكة تمام التمسك بالنهج القويم الذي أرساه مسار وهران الخالص والمخلص لوجه إفريقيا والراسخ والمترسخ في القيم والمبادئ الإفريقية والفريدة والمتفردة بمقاصدها وأهدافها. وقال السيد الوزير كذلك أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كما أكد عليه في أكثر من مناسبة: فإن الجزائر تتطلع بكل صدق وبكل إخلاص وبكل أمانة لرد جميل القارة الإفريقية التي تبنت ترسيخها لهذا المنصب الهام، وأكيد حطته بكافة سبل الدعم والعناية في جميع محطاته ومراحله الحاسمة. بالتقريب هذه من أهم النقاط التي جاءت في كلمة السيد وزير الخارجية الجزائري على هامش اختتام هذه الندوة رفيعة المستوى مسار وهران 2023. شكرا جزيلا لك زميل ماسي الحامي على كل هذه التفاصيل المتعلقة بالجلسة الختامية للندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا. الجلسة الختامية التي كما أشار الزميل ماسي الحامي ميزها كلمة وزير الشؤون الخارجية السيد أحمد عطاف، وبدوره السيد أحمد عطاف نقل تحيات وتهاني السيد رئيس الجمهورية للمشاركين في الندوة بمناسبة نجاح الندوة الدولية العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا. على كل، المواكبة الإخبارية خاصة لتوصيات هذه الندوة سوف تتواصل عبر فضاءاتنا الإخبارية المتلاحقة. أعود إليك البروفيسور رابح العروسي، كنا توقفنا عند التأثير المباشر لانتقال المظاهرات من مختلف عواصم العالم إلى عاصمة الكيان الغاصب. نعم، قلت قبل قليل أنه اليوم الكيان الصهيوني خلال الداخل الصهيوني بدأت هذا الحراك الداخلي من خلال عائلات الرهائن. عائلات الرهائن كانوا يشتغلون على في مستوى أول بالخلال اتصالاتهم المباشرة مع بعض الممثلين في الكنيسة وحتى مع بعض الوزراء لمعرفة مصير أهليهم والموجودين لدى المقاومة. لكن تطور هذا الوضع لما أصبح أنه أهل الرهائن رأوا أنه اليوم الكيان الصهيوني استهدف حتى أسرى، يعني كان استهدف بعض الأسرى أو بعض المختطفين الصهيونيين، وبالتالي تم قتلهم، وقال أنه تعتبر كعملية عادية، لكن أهالي الأسرى لم يتقبلون ذلك. وبالتالي هذه كانت بداية شرارة انطلاق المظاهرات. وحتى اليوم أنه الحديث حول وقف إطلاق النار هو أكبر هزيمة للكيان الصهيوني، أكبر هزيمة لحكومة الحرب. وقالها بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار هو انتصار لحماس. وبالتالي أعتقد هم يرون أنه اليوم نتنياهو رئيس حكومة الحرب هو انتحر سياسيا وانتحر إعلاميا وانتحر ميدانيا، وبالتالي ما فائدة بقائه واستمراره في الحكم في حكومة الحرب ولم يحقق أي انتصار. الكيان الصهيوني وحتى أنه كان يقدم بعض التصريحات وبعض المخرجات على أنه يمكن أن تشفع له لإسكات الداخل، من بينها فيديو أمس ما تعلق بالنفق الموجود، قصد على الأقل يمتص الغضب الداخلي، تسجيل انتصارات وهمية. نعم، انتصارات وهمية، لكن تبين أنه لم يتحقق ولا انتصار واحد. وحتى اليوم تغيير الجذري في موقف الولايات المتحدة الأمريكية هو أكبر دليل على أنه الكيان الصهيوني لم يحقق أي هدف معين. آخره لما زيارة مستشار قومي إلى الكيان الصهيوني ولقائه مع رموز حكومة الحرب ومطالبته بوقف إطلاق النار وأجندة معينة، كلها تؤشر على أنه
الداخل يعيش غليان انقسام سياسي، غليان أهالي، وأيضا الشارع. اليوم الشارع أصبح لا يطيق استمرار العملية، لأنه تبين كلما زاد طول العملية تزداد الخسائر، وخاصة الخسائر التي أصبح كاسوني لا يقدم أرقام حقيقية. لما يعرف أن هناك 2000 جندي تم قتله دون أن تحدث على المعوقين الذين حد الساعة موجودين في محافظة الجثث ولم يبلغ أهلهم بها، كلها أرقام وضعت كيان صهيوني وحكومة الحرب في حرج كبير أمام الشارع. ولأول مرة بروفيسور اعتقد الإدارة الأمريكية على اعتبار أنها الداعم الأول لجرائم الكيان الصهيوني تطالب بشكل علني بضرورة تغيير الحكومة التي تسير الحرب، لأن الكيان الولايات المتحدة الأمريكية هي مقبلة على استحقاق سياسي كبير في مطلع جونفي وهو تحضير الانتخابات الرئاسية، وبالتالي حكومة بايدن إدارة بايدن تبحث على شبه تهدئة معينة للدخول فيما هو لاحق، وخاصة أن الإدارة الأمريكية لحق انتقاد كبير، وحتى المظاهرات في الداخل الأمريكي واستطلاعات الرأي العام أبانت على أنه بايدن وإدارته في الحضيض. هو الآن يبحث على مخرج على الأقل تنقذ له مكانته وصورته أمام الأمريكيين، وفي المقابل أيضا يريد أن الموقف الأمريكي من دعمه اللامشروط للكيان الصهيوني أصبح لا يقدم أي نتيجة، وخاصة أن الهدف الذي وضع ورسم لم يتحقق، وبالتالي قال بصريح العبارة نحتاج تغييرا سياسيا، وخاصة تحدث على أن اليوم حكومة الحرب الحالية لا تقبل بوجود حل الدولتين، والمطلب الأمريكي الآن هو ضروري الانخراط في دولة فلسطينية لاستمرار الحياة في المنطقة وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية في الضفة. سنواصل الحديث في كل هذه المعطيات، ولكن نتحول الآن إلى قصر المعارض وفعاليات الصالون الجزائري للإنتاج، ومن هناك تلتحق بنا الزميلة حفصة غاني. حفصة مساء الخير، أهلا بك إلى هذا الفضاء الإخباري. من خلالك الزميلة حفصة سوف نتعرف على التطور الكبير الحاصل في مجال الصناعات العسكرية الجزائرية، وهو الجناح الذي يشهد إقبالا غير مسبوق للمواطنين. نعم، أهلا بكم زملائي من الاستوديو، أهلا بكم مشاهدينا. نحن متواجدون بقصر المعارض الصنوبر البحري بمعرض الإنتاج الجزائري، ويحضر إلى جانب الرائد بوفلاغا يانيس ممثل عن مؤسسة البناءات الميكانيكية بوزارة الدفاع الوطني. أهلا بك سيدي. أهلا، شكرا. إذن هل حدثتنا أكثر عن تخصص هذه المؤسسة؟ نعم، مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة الشهيد مرير حسن هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، متخصصة أساساً في صناعة الأسلحة الخفيفة، ولها أكثر من 30 سنة خبرة في هذا المجال، تابعة لمديرية الصناعات العسكرية، وتعمل بالمجال الاقتصادي لدى وزارة الدفاع الوطني. تتخصص المؤسسة كما أسلفت الذكر في صناعة الأسلحة الخفيفة، في تطويرها، في إنتاجها وتسويقها، وتقوم بتزويد مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية بهذه الأسلحة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فتحت المؤسسة أبوابها أمام الخواص والمؤسسات العمومية لتقديم خدمات في مجال المناولة، خاصة فيما يخص إنتاج أدوات القطع، قطع الغيار، النوابض، القوالب، أدوات القياس ومراقبة الجودة. ما يخص مجال التخصص؟ هذه هي مجال التخصص. والهدف من مشاركتكم؟ الهدف من مشاركة المؤسسة في الطبعة 31 لمعرض المنتوج الجزائري يتمثل أولا في التعريف بالمؤسسة، التعريف بقدرات المؤسسة الإنتاجية ووسائل التصنيع التي تحوزها المؤسسة، هذا من جهة، كذلك محاولة المؤسسة في إثراء النسيج الوطني الاقتصادي، وهذا من خلال تفضيل المنتوج الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد، وكذلك أن يكون المواطن الجزائري على دراية بأن مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة تقوم بتصنيع الأسلحة الخفيفة ولوحقها بنسبة إدماج تصل إلى 100% وبأيد جزائرية. نعم، شكرا لك سيدي. إذن كان هذا أهم لدينا، عودة إليكم.
شكرا جزيلا حفصة، وشكرا أيضا لضيفك الكريم. ومن خلال هذا اللقاء تعرفنا على مؤسسة البناءات الميكانيكية التابعة للمديرية العامة للصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني. على كلنا المواكبة لهذا الحدث الاقتصادي الهام، دائما سوف تستمر. أعود لضيفي البروفيسور رابح العروسي، كنا توقفنا عند الموقف الحرج الذي وقعت فيه الآن حكومة الحرب الصهيونية. بروفيسور. نعم صحيح، اليوم كما قلت قبل قليل حكومة الحرب اليوم تعرفوا يعني ضغطين، ضغط الخارج وضغط الداخل. ضغط الداخل من خلال مظاهرات الآن داخلية، وحتى أصوات من داخل الكيان الصهيوني ومن داخل حتى الوزراء، لاحظنا كيف حتى اختلاف حتى في التصريحات ما بين وزير الداخل وزير الدفاع وبين رئيس حكومة الحرب من خلال تصريحات متضاربة، وهذا يؤكد أن الكيان الصهيوني وحكومة الحرب تعيش مرحلة ضيقة جدا جدا من خلال تخبطها وعدم الوصول إلى أي هدف وانتصار تحققه. الضغط الخارجي وهو أن كل الدول التي كانت تقدم دعما لا مشروطا للكيان الصهيوني لإسرائيل بلغتهم أصبحت اليوم تعيش عزلة وشبه صورة مهتزة، وبالتالي المرحلة القادمة هي ستكون ممكن مفصلية في تاريخ الكيان الصهيوني من جهة، وحتى في تركيبته السياسية وتركيبته القيادية. اليوم كل المطالب تتحدث أن اليوم حكومة الحرب الحالية بقيادة نتنياهو مآلها الزوال والانسحاب، وحتى نتنياهو هو يعني وعلى يقين على أنه سيذهب إلى المحاكمة إلى السجون لأنه متابع بقضايا فساد كثيرة، وأنه كان دائما يهرب من المحاكمات من خلال حصادته كان يأخذها من خلال المنصب. وبالتالي الكيان الصهيوني دون أن ننسى الضغط المقاومة، لأنه على الأرض والميدان المقاومة تحقق إنجازات كبيرة، وخاصة أنه لا انسحاب لا تهجير، وكل هذا أيضا زاد من قوة المقاومة وأضعف الكيان الصهيوني. لم يستطع تهجير فلسطينيين قصرا، لم يقضي على حماس لأنه كان يقول إلى آخر نقطة هي قضاء على حماس، لم يقضي عليها، ولهناك تقارير تقول أن هناك اتصالات وتواصلات من أجل الدخول في هدنة جديدة، تبادل أسرى جديدة ووقف إطلاق النار. كل هذا أعتقد اليوم هو انتصار حقيقي للمقاومة الفلسطينية، وهو انتصار للشعوب العربية وغير العربية التي ساندت المقاومة الفلسطينية. جيد، الآن هناك معطيات أخرى أيضا هامة جدا، ورغم العدوان ورغم الإجرام الصهيوني، ولكن الشعب الفلسطيني لا يزال متشبثا بأرضه، ووسائل الإعلام الدولية تنقل تصريحات المواطنين الفلسطينيين. بالمقابل الإعلام العبري يعلن عن فرار أكثر من 400 ألف صهيوني إلى بلدانهم الأصلية. كيف نفهم ذلك من الناحية الاستراتيجية بروفيسور؟ نعم، هذا يؤكد فعلا أنه من هم أهل حق وأهل حق وأهل أرض هم الفلسطينيين. من هرب يوم 7 أكتوبر إلى مطار بن غوريون دفعات هم الغزاة، وهذا يؤكد على أن سيأتي يوما وأن مصير الكيان سيزول يوما ما، بدليل أنه لو كانوا أهل أرض لما تمسكوا بأرضهم، لكن رأينا يبحثون على أرض، يبحثون على مستوطنات، لكن يبحثون على ذلك عن طريق القوة، عن طريق القنابل، يبحثون على توسع استيطاني، توسع البنايات عن طريق القنابل، كيف يدمرون البيوت، كيف يهجرون قصرا الفلسطينيين. وفي المقابل كما قلت الفلسطينيين أبانوا على أنهم فعلا أهل حق، وبالمناسبة هي حرب عقيدية بامتياز. اليوم نكون أو لا نكون، هذا انتصار مرده أيضا طبيعة المواطن الفلسطيني، طبيعة الرجل الفلسطيني، طبيعة المرأة الفلسطينية، طبيعة الطفل الفلسطيني الذي يدفن أبيه ويدفن أمه، والأب يدفن أولاده، والأم تدفن أبا أولادها، وتقول نحن متمسكون بأرضنا ونحن صامدون ونحن مع المقاومة، والمقاومة رفعت رأسنا عاليا، قتل من قتل وتوفي من توفي، سنحمل من جديد ونأتي أطفال جدد، وكلهم من أجل الدفاع على أرضهم والدفاع على شرفهم. أعتقد هذا أكبر إنجاز يقدم لنا، أعتقد هو أكبر هدية في نهاية 2023 ومطلع 2024. جيد، الحديث عن بداية شهر جانفي أو على الأقل النصف الثاني من شهر جانفي كبداية لإنهاء هذا العدوان، إلى أي حد تقدر أنه هذه المعلومات التي يتم إشاعتها قريبا
ومن الدقة، ثم كيف نفهم تحديد هذه التواريخ بروفيسور؟ أعتقد المستشار القومي الأمريكي المزارك هين الصهيوني هو طلب بأجندة معينة، وهذه الأجندة لخدمة المصالح الغربية بامتياز المصالح الأمريكية، لأنه قلت قبل قليل جونفي هي بداية العملية الانتخابية أو مرحلة انتخابية من خلال انتخابات تمهيدية لتقديم مرشحين في انتخابات أمريكا القادمة، وبالتالي الإدارة الأمريكية تبحث عن ذهاب الانتخابات وتكون أمام غلق الملف، وخاصة قال نبحث على تهدئة في حتى في التصعيد وعن استهداف المدنيين، كل هذا من أجل الانخراط في عملية سياسية معينة الداخل الآن. لكن ماذا قال وزير الدفاع الصهيوني؟ قال نحن نحتاج إلى أسابيع معينة لإنهاء العملية. هم متوهمون على أنه أكثر من شهرين لم يقضوا على حماس، أكثر من شهرين لم يهجروا الفلسطينيين من أراضيهم نحو الجنوب نحو سيناء، كل هذا يحقق في شهرين، فكيف يمكن تحقيقه في أسابيع؟ أعتقد هو وهم على الأقل، لأنه الكيان الصهيوني يريد هو أن يفرض أجندته، ولا يكون الأمريكيين فرض أجندتهم في خلال توقف إطلاق النار وترتيبات. أيضا الخبراء العسكريين يقولون حتى لو تم إعلان وقف إطلاق النار نهائيا، هناك ترتيبات ما يتعلق بالانسحاب، انسحاب الدبابات والجنود الصهيونيين من أراضي فلسطينية يحتاج وقتا معين وترتيبات معينة. أعتقد كل هذا ممكن الوقت وكافر بالإجابة، لكن كل توقعات على أنه ماضون إلى وقف إطلاق النار، وماضون إلى هدنة جديدة، وماضون إلى تبادل الأسرى، وأيضا هو ماضون إلى اعتبار أنه الفلسطينيين جسم واحد، كتلة واحدة ما بين الضفة وما بين قطاع غزة. هناك كلمة عبارة مهمة جدا، يريدون تقسيم ما بين الضفة وما بين غزة. أعتقد هو شعب واحد ولحمة واحدة، وأهم في كل هذا هو تمكين الفلسطينيين من اختيار مؤسساتهم ومن يحكمهم، لأنه كان يقول نريد سلطة بديلة في غزة، نريد سلطة جديدة في غزة، لا يمكن أن يتم قبول بفرض سلطة معينة من تدير وتحكم شعب فلسطيني، بل بالعكس هو انتصار لهم ويختارون من يسير شؤونهم في المرحلة القادمة. جاي بروفيسور، بعض وسائل الإعلام العبرية نقلت عن منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مستشار الأمن القومي الأمريكي كبيري، قالت أنه أعاد تنبيه الرئيس الأمريكي لحكومة الحرب الصهيونية بعدم ارتكاب الخطأ الذي ارتكبته أمريكا في أفغانستان. ما هو طبيعة الخطأ الذي ارتكبته أمريكا، وأين أوجه التشابه، وهل هذا يعني أن النتيجة ستكون نفسها ونحن نعرف نتيجة العدوان على أفغانستان؟ باختصار ما تعلق بالمواجهة الميدانية، حرب الشوارع وحرب المدن العملية ليست سهلة جدا، وبالتالي ما وقع فيه الكيان الصهيوني من خلال ما يسمى بالدخول البري، ورأينا المواجهات وقلت قبل قليل الفيديوهات تؤشر أنه من مسافة صفر وكيف استهداف الجنود بطريقة احترافية عالية، هذا هو النقطة الجوهرية في التشابه ما بين الظاهرتين أو البلدين. ما تعلق الآن أمريكا تنبأ أنه المسار والمقاربة التي اشتغل على الكيان الصهيوني في هذه في رده على طوفان أقصى في عدوان مصيرها الفشل ولن تحقق شيئا، ورأينا كيف خرج الأمريكان من الفيتنام من يعني منهزمين هزيمة النكراء، وبالتالي يريد ينبه، لا ينبه وإنما يقول هو هذا هو حتمكم، هذا هو مصيركم، إذا استمريتوا في هذا الطريق هو مصيركم وقد ذقتم منه القليل، وممكن القليل فقط، لأنه الخسائر المسجلة طول المدة والانتصارات المحققة هي أكبر رسالة على أنه المعركة التي تدير المقاومة هي معركة متحكم فيها ومستعدة لأطول مرحلة أطول، وخاصة أن الكيان الصهيوني لم يحقق ولا هدف واحد، على الأقل كان يبحث على قيادات سياسية ويقتلوا، وحتى هناك تقارير تقول أن الكيان الصهيوني سيبحث على تواجد القيادات في خارج فلسطين في بعض الدول الأخرى، وأعتقد هذا أمر سيعقد من جديد الأمر في المنطقة، مما ستصعب المسؤولية ما تعلق بمطالبة أمريكا بحكومة جديدة بسلطة جديدة في الكيان الصهيوني، وما تعلق بقبول حل الدولتين لضمان أمن المنطقة واستقرار مصالح الغرب ككل في المنطقة. جيد، وفي سياق النقاشات السياسية دائما وفي سابقة هي الأولى من نوعها، الأمين العام للأمم المتحدة كان قد أطلق العديد من التصريحات المنددة علنية بالجرائم الصهيونية، وهو ما لم يحدث
يحدث أبدا في تاريخ الأمم المتحدة، هل هذا يعني أن هناك شيئا ما قد يكون بعد نهاية هذا العدوان أستاذ؟ أعتقد اليوم في التعامل مع الكيان. نعم أعتقد اليوم الكيان وصل إلى نتيجة أعتقد سابقة في تاريخه وفي تاريخ المقاومة وفي تاريخ المنطقة ككل، وهي أنه لأول مرة الكيان المقاومة عفوا أسقطت ما يسمى بالجيش الذي لا يهزم. رأينا اليوم الكيان الصهيوني استقوى بالخارج، لو يوم استقوى بالدبابات والطائرات التي لحقتهم من أمريكا على رأس الغرب لما استمر هذا العدوان ولما استمر هذا التدمير. قلناها مرة سابقة، هو قرار أمريكي، سلاح أمريكي، لكن بأداة إسرائيلية ممنهجة تدمير البنية التحتية وتدمير الشعب الفلسطيني وقتل حياة داخل فلسطين وتحديدا في قطاع غزة. في المقابل تصريحات الأممية على رأسها الأمين العام المتحدة هي أكبر رسالة وأكبر نجاح وأكبر انتصار لقائد المؤسسة الأمنية الأممية. لأول مرة نشهد أمين عام متحدة يقول كلمة حق أن ما يقع هي مقبرة، وقالها هي مقبرة. وأمس فقط قال وزير الخارجية أحمد عطاف في افتتاح دورة مسار وهران على أن غزة أصبحت مقبرة القوانين، وفعلا أن ما وقع في غزة هي مقبرة للقانون الدولي، هي مقبرة للجرائم، كيف يمكن السكوت عليها؟ والأمين عام متحدة كان منصفا في هذا الأمر، حتى رأينا انتقاداته اللادعة، لكن أعتقد ترتيبات المرحلة القادمة تؤكد على أنه نحن ماضون نحو تسوية معينة في المسار العلاقات بين الغرب وبين من يديرون ما تسمى باتفاق الرباعية، تدير مبادرة السلام في المنطقة، ومنها الذهاب إلى اعتراف كلي بدولة فلسطين من خلال تمكينها على مستوى حقوقها وواجباتها على المسؤوليات الدولية. أعتقد في كل هذا تصريحات من هذا القبيل تؤكد أنه على الأقل هناك ضمير موجود، ولو أن الغرب كلهم كتلة واحدة، لكن لما نسمع صوته من هذا أهم شيء يحسب له. وأيضا هناك أحرار العالم، حتى لدى الحكومات الغربية هناك أحرار العالم يؤكدون ويقفون على القضية الفلسطينية. تغيير الموقف من 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 جهة إلى جهة أخرى مدعمة لفلسطين هو أكبر انتصار أيضا للقضية الفلسطينية. وأعتقد هي تؤكد أن المرحلة القادمة ستعرف تغييرات وتعرف ترتيبات معينة، خاصة أنه الكيان الصهيوني نحن نعرف جيدا أن المجتمع الصهيوني يعيش في رعب وخوف ويقدسون الحياة. إذا أرادوا استمرارهم في الحياة في الإقليم في قطاع المنطقة العربية ضروري الانخراط في مسعى معين لتأمين مصالحهم من جهة، وأيضا تأمين مصالح الكتلة الغربية. أمريكا مصالحها في المنطقة أصبحت مهددة، وحتى من طرف حلفائها التقليديين في المنطقة أصبحوا يعني تلقوا ذرعا أنه باستمرار هذا العدوان واستمرار هذه السياسة العدوانية والشيطانية ستزيد من فجوة التعاون، فجوة الثقة، ومنه حتى المصالح تصبح في ممكن في خانة لا غير مقبولة وستضر بالمصالح الغربية في المنطقة. جيد بروفيسور، بالعودة لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، الكثير من المراقبين قالوا أن لهذه التصريحات ما بعدها، خاصة وأن العام المقبل بإذن الله تعالى سيشهد تركيبة جديدة لمجلس الأمن الدولي بالتحاق أعضاء جدد غير الدائمين، ولكن الذي يميز الأعضاء الجدد هم أنهم من أبرز الدول ومن كبار الدول وأهمها كل في منطقته. إلى أي حد هذا التحليل مؤسس بروفيسور؟ صحيح. لماذا؟ لأنه نأخذ مثال بسيط، نحن جزائريين نتحدث عن الجزائر، والجزائر ممكن أقل من 15 يوما ستتولى مقعدها الغير الدائم في مجلس الأمن الدولي. أعتقد هم على يقين على أن الجزائر مواقفها ثابتة، مبادئها الصلبة في دبلوماسية الخارجية، وخاصة مناصرة القضايا العادلة. أمس فقط بعض التقارير تحدث هناك تشويش على الدور الجزائري المرتقب بتمويل صهيوني بدعم دولة معينة من أجل التشويش على مواقف الجزائر. وبطبيعة الحال هناك كثير لا يعجبه الدور الجزائري والموقف الجزائري، لكن الجزائر بحكم الاستقرار السياسي الداخلي مهم جدا أن الجزائر بعودتها القوية على الساحة الدولية من خلال منذ انتخابات 12-19 كانت دفعة قوية جدا لسياسة الخارجية الجزائرية وعودتها المحافل الدولية. الإشادة الدولية الأمين العام المتحدة أنطونيو غوتيريش أشاد بدور الجزائر في مسار المصالحة الوطنية في مالي كمرجعية أساسية من خلال الدفع للحلول السلمية. الجزائر ترفع دائما أن الحلول الأزمات يجب أن تكون بعيدا على لغة القوة، أن تكون لغة السياسيين، لغة الحوار المدخل الحقيقي، ورأينا في مالي وحتى في النيجر. صحيح. كيف النيجيريين قبلوا بالطرح الجزائري والوساطة الجزائرية
وقبل ذلك نجاح الجزائر في إبعاد التدخل العسكري في النيجر. نعم نعم نعم، ملاحظة هامة. الجزائر موقفها الأول كان تطلب أنه الحل في النيجر بين النيجيريين، وضد التدخل الأجنبي والتدخل العسكري، وهذا كما قلت قبل قليل يضد الحلول باستعمال القوة في حل الأزمات. كل هذا جعل الجزائر في موقع قوة وفي موقع ريادي، والآن دخولها مجلس الأمن هم على يقين أنه سيزعج بعض الأصوات وأنه سيحرج بعض الأصوات، لأن هذه الأصوات وخاصة بعض الدول التي ترى نفسها رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتمكين العدالة، وخاصة ما تعلق بالتعاون ما بين الضفتين، ما بين نقل التكنولوجيا، حماية البيئة وغيرها من القضايا الدولية وحتى القضايا العادلة منها قضية فلسطين وقضية الصحراوية، والجزائر سترمي بكل ثقلها من هذا المنبر. وبالتالي أنطونيو غوتيريج يدرك جيدا على أن المرحلة القادمة سنشهد أصواتا جديدة وجديدة في مطالبها وقوية في طرحها من خلال المرافعة القوية، على أنه المجتمع الدولي ضروري أن يلتزم بالقانون الدولي إن كان يخدم المجتمع الدولي من جهة، وأيضا ترقبا على أن هناك دول صاعدة، دول أصبح يحسب لها عدة حساب في المستوى الدولي، وهذا ما يؤسس اليوم إلى مسارات جديدة تجعل المنظمة الدولية وتجعل المجتمع الدولي ضروري أن ينخرط في هذه المساعي من أجل خدمة المجتمع الدولي. والجزائر مرافعة على هذه القضية منذ مدة، وخاصة أنها تدافع عن القضية العادلة ومبادئها صلبة في الدفاع عن الأمن الدولي. بروفيسور رابح العروسي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على التحليل والإفادة، واللقاء بك يتجدد قابل الفرص بحول الله. مشاهدينا الكرام، التغطية للعدوان التغطية مستمرة للأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وللعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل عبر هذا الفضاء الإخباري وعبر فضاءاتنا الإخبارية متواصلة. 3:00 مساء بتوقيت الجزائر، موجز لأهم الأنباء. ما بعد المنتصف من تلفزيون الجزائر، مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد، لازلنا معكم ولازلنا أيضا في متابعة ملفات هذا الفضاء الإخباري ومواكبة الأحداث الوطنية وفي سياق مواكبة معرض الإنتاج الجزائري الذي تجري فعاليته هذه الأيام بقصر المعارض. نسلط الضوء اليوم على دور المعهد الوطني للملكية الصناعية في حماية العلامات التجارية وفي مرافقة حاملي مشاريع الابتكار، ومن أجل تفاصيل أكثر حول هذا الملف أسعد بأن تكون ضيفتي في هذه الفقرة الإخبارية السيدة حنان هاشمي، وهي الإطار المركزي لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية. سيدتي مساء الخير، أهلا بك إلى هذا الفضاء الإخباري. كيف يحمي المعهد العلامة التجارية الوطنية؟ شكرا لكم على هذه الاستضافة والاهتمام بهذا الجانب اللي يهم الشركات الاقتصادية بشكل فعال. المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية هو معهد من مهامه الأساسية القيام بحماية كل حقوق الملكية الصناعية، سواء كانت علامة تجارية أم رسوم ونماذج الصناعية أم براءات اختراع إلى غيرها من الحقوق. إذن الحق الشق اللي يهمنا اليوم هو شق العلامات التجارية. العلامة التجارية اليوم أصبحت لازمة، هي ركيزة المؤسسة الاقتصادية، بدونها المؤسسة لا تستطيع أنها تعمل اسم في السوق الوطنية والدولية. يعني إذا كان المنتج عنده منتوج ذو جودة ويستحق أنه يحتل مكانة مهمة في السوق، لازم يكون يبرز، يعني يعطي له عنوان، يعطي للزبون عنوان حتى يتتبع ذلك المنتوج. إذا كان الزبون ما عندوش العنوان، عمره ما راح يتحصل على المنتوج. هذا من جانب. من جانب آخر، هو يعتبر كحماية لمنتوج المؤسسة. اليوم أنا راني تعبت حتى أني توصلت أن تكون عندي يعني اون بار دو مارشي يعني معتبرة كبيرة بالنسبة لي. ومن بعد في جانب آخر، هناك مؤسسة ما تبدأ اليوم تلقى هذا المنتوج، هذا يمشي مليح في السوق، يلا أنا نعمل نفس العلامة مشابهة لها ونمشي المنتوج ديالي. هناك العديد من الزبائن راح يكونوا اون كونفيزيون، راح يكون فيه خلل، يختاروا من بعد واش راح يقول. أول شيء راح يقول المنتوج هذا البارح عملت به ولكن اليوم الجودة تاعو راها نقصت، وهو الجودة ما نقصتش، الجودة هي نفسها، فقط أنه شرى المنتوج اللي ماهوش مطابق للمنتوج اللي شرى منتوج مغشوش.
يعني هنا تكمن أهمية حماية العلامة التجارية. هو اليوم لما يكون عنده علامة راح يحميها على السوق، كيفاش يحميها؟ عبر المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وحتى إذا كان فيه تجاوزات راح يكون عنده الحق أنه يدير المتابعة القانونية وكافة الإجراءات باش يتابع المؤسسة اللي عملت يعني العلامة المشابهة. جيد، قضية حماية العلامة التجارية، هل فقط المؤسسات الخاصة فقط المعنية بهذا الإجراء أم حتى المؤسسات العمومية؟ لا، العلامة التجارية هي تخص العلامات اللي للمؤسسات الوطنية وكذا المؤسسات الخاصة. يعني مثلا ناخذ أي شركة وطنية تنتج منتوج ما، أي منتوج وطني بطبيعة الحال لازم يكون عنده اسم، والمؤسسة الوطنية راح يكون عندها يعني هي مؤسسة كبيرة، ماش قد المؤسسات لي بي ام لي بيتي تي موين انتربريز، يعني عندها ذات بعد اقتصادي كبير، وبالتالي عندها المنتوج تاعها راح يكون مسوق على السوق الوطنية، السوق المغاربية والدولية والإفريقية، يعني راهي ابلي يعني الأسواق العالمية. لازم هي ايضا بدورها تحمي العلامه التجاريه تاعها وتتبع نفس مراحل التسجيل اللي تتبعها المؤسسه الخاصه. جيد، كيف تقيمين اقبال المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين المنتجين على حمايه علاماتهم التجاريه؟ نعم، بعد الحملات التوعويه اللي قم بها المعهد الوطني الجزائري للملكيه الصناعيه على طول مدار السنه، يعني اليوم الحمد لله رانا نحققوا ثمرات الجهود اللي عملنا بها، ونشوفوا بلي المؤسسات بدات يعني تكون عندها اون كونسيونس اكثر فاكثر في طلبات حمايه العلامات التجاريه. هذا يتجلى حسب الاحصائيات اللي توصل لها المعهد مؤخرا، يعني نشوفوا بلي العلامات التجاريه عمرها في السنوات الاخيره، نقدر نقول العشر سنوات الاخيره، دائما كانت في تزايد، ولا كان في، واذا ما تزايدتش راح تكون يعني في نيفو ستابل، ولكن نقص ما فيهش نقص في هذا الشيء. مع يعني مع وصول لا بانديمي تاع الكوفيد 19 كان فيه، احنا توقعنا انه يكون فيه نقص في الاقبال على تسجيل العلامه التجاريه، والناس كانت تخاف، وديك الفتره كانت يعني صعبه على الجميع، وانما تفاجئنا انه العلامات التجاريه كانت نسبة الإقبال عليها في تزايد مستمر، نظرا لأن المنتجين يعني اقتحموا مجال الشبه الصيدلاني والمجالات اللي كانت تخص هذيك اللي يعني الفترة هذه، كان في إقبال من عند الشركات الصغيرة وتعمل منتجات جديدة وتسوقها على الأسواق الوطنية، ولقت رواج كبير على المستوى الوطني. جيد، قضية حماية العلامة التجارية، هل هناك نجاعة اقتصادية أو جدوى اقتصادية أو فائدة اقتصادية لهذه العملية يا أستاذة؟ أكيد، لو كان ما فيش فائدة اقتصادية تعم على المؤسسة ما فيش داعي أنه نحن نسجلوا العلامة التجارية الخاصة بها، لأنه المؤسسة التجارية اليوم راهي عملت علامة على السوق بدأت تسوق فيها، هذيك العلامة إذا كان ما يعني لقت صدى ورواج عند الزبائن بطبيعة الحال راح تعم بالفائدة على المؤسسة المنتجة لهذا الماء، وماشي المؤسسة المنتجة فقط وإنما حتى على الاقتصاد الوطني ككل. إذا كل المؤسسات نجحت في ترويج علامتها التجارية، هذا النجاح راح يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، وبالتالي راح يكون فيه سيتون ليازون، وهذا في ترابط. جيد، هل هناك قضايا مثلا رفعت حول تجاوز في حق علامات تجارية محمية يا أستاذة؟ نعم، هناك العديد من القضايا اللي خصت علامات تجارية محمية على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، كانت فيه نزاعات، لكن المعهد الوطني الجزائري دائما يعني يكون ماهوش طرف في النزاع، وإنما يكون يعني يعطي الرأي ديالو بأنه هذه العلامة تم تسجيلها على مستوى المعهد في سنة الفلانية باسم المنتج الفلاني، حتى يعني نساعد المحاكم المتخصصة على الحكم في ذات القضايا. ولكن يعني تقريبا كل القضايا اللي كانت مسجلة عندنا اللي كانوا يعني ذوي الحق فيها هم اللي خداوا الحق اللي راجع لهم. أكيد، جيد، قضية الحماية هل تقتصر فقط على المتعاملين الاقتصاديين، أو الحدود القطرية للحماية هل هي داخل أراضينا فقط أم حتى خارج الحدود؟ نعم، إذا ما تكلمنا عن الحماية، احنا كاين في حماية وطنية وحماية دولية. الحماية بالدرجة الأولى لما يعني الطالب الحماية يرجع لنا إلى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية لطلب حماية علامته، هذا الطلب الأولي راح يكون وطني،
c'est une protection territoriale. هذا شرط من شروط الحماية. إذا كان هو يعني طلب أنه يمدد الحماية ديالو على المستوى الدولي فهذا ممكن. كيفاش راح يكون ممكن؟ اليوم الجزائر راهي مضات على اتفاقية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، اتفاقية مدريد، وهي اللي تخص العلامات، استعمال العلامات التجارية على المستوى الدولي. هذه الاتفاقية راح تسهل العملية لحاملي العلامة التجارية حتى يعني يحموها في بلدان أخرى. يعني في السابق كيفاش كانت العملية تكون؟ لما طالب الحماية يتوجه إلى المعهد الخاص بالدولة ديالو يضع طلب الحماية، بعد إذا كان حب يزيد يعمل حماية نفس العلامة في دول أخرى يتوجه إلى المكاتب أترافيغ لي مونداتير اللي يعني اللي يعملوا في مجال الملكية الصناعية ويسجل في كل معهد على حدا، وراح يخلص يعني الرسوم اللازمة في كل معهد على حدا، وبالتالي هذه عملية من جانب المادي هي مكلفة، ومن جانب الوقت يعني تاخذ وقت لأنه كل معهد عنده القوانين ديالو حتى يسجل هذا العلم على مستوى. لما انضمينا إلى هذه اتفاقية مدريد، الآن يعني طالب الحماية للعلامة التجارية الجزائري بطالب واحد على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية يعني هنا في الجزائر يعمل اون دوموند ديكستنسيون دو بروتيكسيون، طلب تمديد للحماية على المستوى الدولي. بهذيك الطلب الوحيد عنده الأحقية أنه يعمل دفع واحد للرسوم، وثانيا أنه يعمل تحديد للدول التي يود تمديد الحماية إليها كافة في مرة واحدة. يعني راح يربح وقت ويربح كذلك. سنواصل النقاش ولكن في هذه اللحظات يكون قد دخل وقت صلاة العصر بتوقيت العاصمة الجزائر وضواحيها. رائعة يا أستاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والتواب. أعود إليك السيدة حنان هاشم، الإطار المركزي لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية. كنا في الحقيقة تحدثنا في الكثير من التفاصيل حول أهمية التسجيل لدى المعهد من أجل حماية العلامة التجارية. الآن من المهم جدا أن نسأل عن الإجراءات الواجب الالتزام بها من أجل إتمام عملية التسجيل. نعم، إذن الإجراءات في حد ذاتها بسيطة وما هيش مكلفة كثير، لأنه نعرفوا أنه واحد اللي يبدأ المشروع من صفر ما يكونش عنده يعني الإمكانيات المادية اللازمة حتى يكمل جميع الإجراءات، وبالتالي هذا مأخوذ بعين الاعتبار. التسجيل على مستوى المعهد من ناحية المالية هو غير مكلف جدا، يتراوح من 1500 دينار على حسب الطالب، 15000 دينار عفوا. كذلك إذا كان تكلمنا على الإجراءات، إحنا المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية راه يعكف على تسهيل هذه الإجراءات والوصول إلى المتعاملين الاقتصاديين بصفة سهلة وبسيطة. اليوم إحنا رانا في عصر الرقمنة، وبالتالي المعهد خدا هذا المنهج وعملنا النوفو سيت ويب، يعني بوابة رقمية خاصة بالإذاعات. هذه البوابة فتحت يوم 5 جويلية الفارط، هذا كان تزامنا مع ذكرى 60 للا كرياسيون دو بروميي اوفيس دو بروبريتي انتيليكتويل اون الجيري، يعني كان انشاء اول معهد خاص بالملكيه الصناعيه على المستوى الوطني في الجزائر. اطلقنا هذا السيت ويب اللي راه فيه ارضيه رقميه، يعني الاجراء سامبل تري سامبل، فيه انهم يعملوا اون كرياسيون دو كونت، يعني يكون فيهم ان كونت سور لو سيت ويب، يدخل على لو كونت ديالو، يتم تسجيل بطريقه رقميه كل المعلومات الخاصه بالمؤسسه سواء كانت شخص معنوي او شخص عادي. يعمل الإجراءات المرحلة الأولى على السيت ويب، المرحلة الثانية لما يوجد الوثائق اللازمة يأتي على مستوى المعهد يطلب الإيداع، يعطوا له لاكوزي دو ريسبسيون باليوم والساعة اللي تم فيها الإيداع. هذه هي العملية بكل بساطة، يعني ماهيش مكلفة وما راهيش ني با ترو كومبليكي، باش حتى نحفزوا المواطنين الجزائريين انهم ما يفوتوش هذه العملية. تعمدتم تبسيط الإجراءات. نعم. جيد. الآن البلد يعيش حالة انفتاح اقتصادي، والاستثمارات والحمد لله تتهاطل على البلاد من كل بقاع العالم بالنسبة للمتعاملين والمستثمرين الأجانب الراغبين في تسجيل علاماتهم التجارية. هل هم معنيون بنفس الإجراءات أستاذة؟ نعم، هو القانون يعني قانونيا ما همش ملزمين أنهم يعملوا تسجيل العلامة على مستوى الدولة اللي راح يتوجهوا لها، وإنما يعني المؤسسة اللي يكون عندها وعي كافي بأهمية العلامة التجارية الخاصة بها هي بحد ذاتها رايحة أول خطوة تقوم بها قبل التوجه إلى الدولة اللي راح تعمل فيها الاستثمار، أنها تعمل تمديد لحمايتها على مستوى الدولة اللي راح تعمل فيها. وبالتالي إذا كان في شركة أجنبية توجهت إلى الجزائر حتى تعمل استثمار على المستوى الوطني، راح تعمل تمديد للحماية بنفس الطريقة اللي تكلمنا عليها عبر سيستم مدريد، وبعد هذا البروتوكول راح تجي وتعمل استثمار تاعها على المستوى الوطني. إذا كان في حالة ثانية، أنهم إذا كان في التعامل مع متعاملين وطنيين يعني في شراكة ما بينهم، راح نعطيو لهم دي كونطرا دو ليسونس اللي راح نعطيو لهم الاحقيه باش يستعملوا العلامه التجاريه الاجنبيه هنا في الجزائر. يعني في حالتين راح تكون فيه الحمايه لتلك العلامه قبل البدء بالعمل بها. جيد. التمثيل الحصري للعلامات التجاريه الدوليه في الجزائر، هل للمعهد الوطني للملكيه الصناعيه علاقه بهذه التمثيليه استاذه؟ اكيد فيها علاقه، لانه العلامه التجاريه لما تكون محميه على المستوى الدولي، يعني كل ما تكون حاله جديده تحمات راح يكونوا عندنا ان سيستم دو نوتيفيكاسيون، يعني يجيونا دي نوتيفيكاسيون من عند المنظمه العالميه للملكيه الفكريه تنص على انه هذا العلامه راهي محميه لهذه الشركه، وبالتالي احنا ما عندناش الاحقيه باش نمدوا شركه اخرى نفس التسميه للعلامه، لانه العملية فحص العلامة التجارية هي عملية جد دقيقة، لازم أنه الفاحص يكون على درجة كافية من الوعي لحيث تسمح له أنه يعمل أبحاث على قواعد البيانات الوطنية والدولية، ويتأكد من عدم وجود أي علامة مطابقة أو مشابهة للعلامة محل
الإجراء عملية الفحص. لما يتأكد أنه ما فيش علامة فيها إنه غوسمبلانس ولا إنه يعني تكون إيدنتيك حتى للعلامة هذيك، تم يعني باش يقدر يبروسيدي ويقول بلي هذه العلامة تستطيع أنها تكون محل حماية على مستوى المعهد أو على المستوى الدولي. وبالتالي لهذا لازم أنه لما شركة تحصل على أن كونترا ديكسكلوزيفيتي أنها نوتيفي المعهد الوطني الجزائري بلي عندها ترخيص لاستعمال هذه العلامة على المستوى الوطني ويعمل الإجراءات اللازمة على مستوى المعهد. جيد. الأسبوع الفارط شهد حدثاً هاماً وهو تنظيم ورشة الانطلاق الرسمي لمشروع تثمين المؤشر الجغرافي دقلت نور طولقة، ابتداءً فيما أو ما هو الإطار الذي تم من خلاله تنظيم هذه الورشة أستاذة؟ نعم، هذا مشروع بادرت به دولة البرازيل، كان يعني مقترح من طرفها إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية. هذه الفكرة لقت لها رواج كبير وصدى رحب من عند المنظمة، وحبت أنها تعمم هذا المشروع على مستوى الدول السائرة في طريق النمو، لأنها فتحت باب التسجيل يعني حتى نحطوا لي كانديداتور تاع الدول اللي تترشح لهذا المشروع. الجزائر كانت من بين الدول اللي حطت المشروع ديال الترشح تاعها، وكان يعني مشروع يعني اسي قوي. نعم، اسي كونسيستون، لانها الدوله الوحيده العربيه اللي ظفرت بالقبول للانطلاق في هذا المشروع. تم قبولنا في هذا المشروع، وعملنا يعني لجنه وطنيه مكونه من 5 وزارات، هي وزاره الخارجيه، وزاره الصناعه، وزاره التجاره، وزاره السياحه، ووزاره الفلاحة، معهم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أكيد، فيه منسق وطني وفيه اللجنة هذه، هم اللي راح يسهروا على لا ميزون اوفغ تاع هذا البروجي على المستوى الوطني. المشروع في حد ذاته يخص يعني كيفية ترويج أو تثمين لا فالوريزاسيون تاع لو برودوي اللي يحمل المؤشر الجغرافي أو العلامة التجارية. حنا على المستوى الوطني اخترنا أنه المرة الأولى المشروع لو بروجي بيلوت هذا يخص الدقلة الجزائرية، دقلة نور يعني، واخترنا أنه نعملوا له لاتوليو دو لونسمون من مرشة الإطلاق الرسمي. نعم، كانت من ولاية بسكرة، يعني من لب الحدث، جمعنا فيها كل يعني لي زاكتور كونسيرني، كان فيه السلطات المحلية، كان فيه ممثلي ومدراء كل الوزارات اللي كنت ذكرتها، لي ممبر دو كوميتي، كانوا الفلاحين، لي زاغريكولتور، كانوا ايضا اللي يعني يعملوا ينتجوا لي ديريفي تاع لو بالمي، يخدموا لي برودوي لي برودوي ارتيزانال. كان فيه اقبال كبير على المشروع. هذا المشروع احنا يعني كي نعملوا مؤشر جغرافي فيه شروط، فيه ان كاي تشارج، دفتر شروط لازم يتبنى ويتاسس حتى يلاقي القبول من طرف وزارة الفلاحة، بعدها يوصل المشروع الى المعهد الوطني الجزائري لتسجيله كمؤشر جغرافي. احنا المشروع اليوم ما يبداش من التسجيل، المشروع اليوم يبدا من ما بعد التسجيل. اليوم الفلاح ولا الجمعيه اللي قامت بالتسجيل تقول لك نعم انا اتبعت كل الخطوات، وهي مش بالهينه او السهله، واليوم انا تحصلت على المؤشر الجغرافي، لكن ماذا بعد هذا؟ يعني هو الورقه هي على مستواهم، لكن احنا باش نعلموا لهم الاستعمال تاع هذا المؤشر، الفائده اللي راح يعم بها على هذه المؤسسه. نعم. ما هي الفائده من هذا التسجيل والحصول على المؤشر الجغرافي؟ نعم، اليوم المشروع هذا هو الاوبجيكتيف ديالو، هذا هو الهدف منه، ان نعلموا الحامل المؤشر الجغرافي كيف أنه يعمل ترويج وتثمين لمنتوجه على المستوى الوطني والدولي. راح يكون فيه العديد من الورشات التوجيهية، راح يكون فيه دي فورماسيون، راح يكون فيه العديد من لا دوكيومونطاسيون اللي راح تساعدهم في هذه العملية، راح يكون فيه كذلك عملية توجيهية على كيفية التسويق، على التسويق الفعلي والتسويق الإلكتروني. هذه ربما التسويق الإلكتروني هو الحاجة الجديدة اللي كثير من المسوقين ما تدخلوش في هذا النطاق. يعني راح نعطيهم كافة الصلاحيات ولا كافة لزوتي نيسيسار، حتى نعم الأدوات اللازمة حتى أنهم يعملوا رواج للمنتوج تاعهم ويتثمن وينتبع ويكون فيه على حسب الجودة تاع هذا المنتوج اللي سجلناه كمؤشر جغرافي وطني. جيد، ولكن ما معنى مؤشر جغرافي يا أستاذة؟
Une indication géographique, c'est généralement un produit agricole ou منتوج زراعي خاص بمنطقة ما. مثلا أنا لو كان ناخذ أو فسيمبليفيي لي شوز ناخذ النخلة اللي تنتج لنا دقلة نور في منطقة طولقة، ناخذها من طولقة نزرعها في تندوف، نزرعها في بشار أو منطقة أخرى، راح تنتج تمور لانها منطقه صحراويه بالفعل، لكن ما عندهاش لي ميم كاركتيرستيك لي ميم سبيسيفيسيتي تاع المناخ اللي كاين في المنطقه الطولقة، وبالتالي المنتوج هذا راه مرتبط اساسا بالمنطقه اللي راح يكون فيها. يعني هذا عليها نسموه مؤشر جغرافي، هو يكون منسوب للمنطقة اللي ينتج فيها هذا المنتوج. جيد، هذا المشروع هو عبارة عن مبادرة أطلقتها دولة البرازيل، لماذا البرازيل أستاذة؟ البرازيل هم اللي داروا الاقتراح تاع المشروع، ولما يعني بعد لابيل ا كانديداتور وقبول الترشحات هناك فقط 4 دول اللي تمكنت من الظفر بهذا المشروع. اكيد بطبيعه الحال البرازيل لانها صاحبه الفكره. على مستوى الدول العربيه هناك الجزائر وهناك دوله باكستان ودوله اوغندا، يعني هو مشروع راه يخص فقط لحد الساعه 4 دول فقط. جيد، بمعنى هذا المشروع يساعد في العمليه التسويقيه للمنتج هذا. نعم. الذي فهمته. نعم، هذا هو يعني الهدف الأساسي من وضع هذا المشروع قيد الإنجاز. جيد، بدأتم بدقلة نور، هل هذا يعني أن الأمر قد يتوسع ليشمل منتجات أخرى؟ نعم، هذا الأمر يقدر يتوسع ويشمل منتجات أخرى، وإنما لحد الآن يقدر يشمل منتجين فقط اللي هما عندنا لافيك دو بني معوش، يعني التين المجفف لبني معوش، وإلى فخوماج دو بوهزة، جبن منطقة بوهزة، باعتبارهم فقط مسجلين كمؤشر جغرافي فقط. وهذا المشروع لو كان ما يكونش يعني المنتج مسجل كمؤشر جغرافي ما يكونش عندهم الأحقية باش يعني يكونوا فيه. المؤشر الجغرافي يعني علامة تجارية محسوبة على دولة معينة أو منطقة معينة، هذا المقصود؟ نعم نعم، على منطقة معينة بالتحديد، لأنه منطقة. في الجزائر عندنا الحديد من مثلا بني معوش مشهورة بالتين المجفف اللي يكون على مستوى تلك المنطقة. حتى الرياح اللي تهب، كيفية هبوبها والنادى اللي يكون فيها، هذه كلها عوامل تعمل على جودة ذلك المنتوج. جيد، ممتازة هكذا مبادرات أستاذة، بالتأكيد من أجل حماية المنتج الوطني ومساعدة المنتجين على التسويق لمنتجاتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بهكذا منتجات معروفة بها البلاد. الآن أستاذة حنان، بالتأكيد أنتم تبذلون جهودا أخرى من أجل المساهمة في الحركية التنموية التي تعيشها البلاد على غرار مرافقة الشباب أصحاب المشاريع المبتكرة، ما هي الاستراتيجية الموضوعة لتحقيق هذا المقصد؟ اليوم انا نقول اليوم رانا في اقتصاد شبابي. اليوم احنا عندنا واحد ديناميكيه راهي ما شهدهاش المعهد من قبل، في اقبال كبير من الشباب حاملي المشاريع، حاملي اوسمه للابيل لي بروجي انوفان او مؤسسات الناشئه. يعني راهم صراحه حتى يعني ما نش نقولوا كما فقط، وحتى نوعا نوعيه المشاريع اللي راهي من عند الشباب هي نوعيه رائعه، والطاقه رائعه وايجابيه. احنا رانا نتماشاو معاهم، وضعنا العديد من الميكانيزمات لتخدم هاد الشباب، تخدم هاد المؤسسات، تساعدها بطريقه او اخرى. من بين هاد الميكانيزمات اللي وضعناها انه يعني نعمل لهم العديد من التكوينات في مجال الملكيه الصناعيه، نعمل لهم كذلك ربط ما بين الخدمات اللي يقدمها المعهد الوطني الجزائري للملكيه الصناعيه والمؤسسات الاخرى ذات صله اللي تعمل على نفس المنوال، مثل مؤسسه اناد، مؤسسه لا دي بي ام بي اللي هما ثاني راهم في خدمه هذه المؤسسات الصغيره والمتوسطه. كذلك عملنا العديد من الاتفاقيات مع هذه المؤسسات، وايضا مع مؤسسه الجيريا فانتور يعني حتى نساعدهم على عمليه ايداع طلبات الحمايه على مستوى المعهد الدولي الوطني للملكيه الفكريه، وذلك بطريقه مجانيه، يعني هذا في اطار لا كونفنسيون سينيه بين انابي والجيريا فانتور. يعني نعمل العديد من التسهيلات لتخلي هذا الشباب يكون ايجابي ويعمل بطريقه ايجابيه، ولكن هما تاني بدورهم كاين عديد من المشاريع الخاصه ببراءة الاختراع اللي عندها، يعني حتى اللي يقدروا يديروا بها دي زيكستونسيون على شال انترناسيونال، عملوا طلبات البحث على المستوى الدولي لهذه، يعني لا كاليتي اللي حطوها سي اون كاليتي
لا بأس بها، ونقدروا نتفائلوا بها خير، وإن شاء الله يكون فيها يعني نتائج إيجابية بحول الله. جيد. الآن في قضية العلاقة بينكم وبين المؤسسات الناشئة، ما هي طبيعة العلاقة؟ كيف تستفيد المؤسسة الناشئة من المعهد الوطني للملكية الصناعية أستاذة؟ نعم، هو أول شيء الحاجة اللي يقدر يفيدهم بها المعهد الوطني الجزائري هي الحماية، الحماية القانونية لكل ممتلكاتهم في مجال الملكية الصناعية. جي. مثلا إذا كان فيه عنده منتوج، هذا المنتوج عنده حتميا راح يكون فيه شكل، إذن راح يحمى كرسم أو نموذج صناعي. هذا المنتوج كذلك راح يحمل اسم، هذا اللي راح يخلينا نحميه له الاسم ديالو كعلامة تجارية. وهذا المنتوج اذا كان فيه نتاج فكري لي يعني حيعطينا ان سوليسيون تكنيك ان بروبليم تكنيك، راح يكون فيه عندنا براءه اختراع، يعني بمنتج واحد راح نقدروا نقدموا له ثلاث انواع من الحمايه في منتوج واحد فقط. واذا كان خدا بلي كلوز نتاع لا كونفنسيون اللي عملناها مع الجيري افونتور، راح يكون كل هاد لي تخوا تيب تاع لا بروتيكسيون يعني يعملهم على مستوى المعهد بطريقة مجانية. هذا من بين تسهيلات اللي قدمها المعهد لحامل المشروع، هذا من جهة. من جهة تانية المعهد يعني يعملهم اون اسيستانس، يعني حتى يعني يعملوا عملية الإيداع. بلك عملية إيداع العلامة التجارية هي أسهل، لكن إذا كان ما أودع يعني براءة اختراع، هنا العملية راح تتطلب منه أنه يعمل اون ريداكسيون دان بروفي، يعني يعمل عملية تحرير. نعم، كتابة الملخص الوصفي لهذا الاختراع، وبالتالي احنا نعملوا له اون اسيستانس تكنيك، نبداو معه من البداية حتى أنه يتمكن من كتابة الملخص الوصفي بطريقة إيجابية بطريقة صحيحة، لأنه اليوم هذا الإيداع راه وطني ويقدر يكون غدا إيداع دولي. لازم المواصفات اللي يكتب بها الإيداع الوطني ديالو تكون مطابق لتلك المواصفات الدولية، حتى إذا عمل عملية تمديد ما يكونش رايح يعاود من دار جديد لا ريداكسيون ديالو، يكون لو بروفي بيان ريديجي. جيد. أستاذ، التقارير التي تتحدث على أن نسبة تسجيل براءات الاختراع على مستوى المعهد ارتفعت بنسبة فاقت المتوقع، إلى أي حد هذه المعلومات دقيقة، وهل ممكن أرقام في هذا الاتجاه؟ نعم، المعهد الوطني الجزائري كان يسجل سنوياً تقريباً نقولوا في 5 سنوات 6 سنوات الفارطة حوالي 200 إلى 300 طلب وطني لبراءات الاختراع، والباقية تكون طلبات دولية. طلبات دولية أكيد أنها تكون أكثر بما أنها راهي تجي من العديد من الدول. نعم. من بعد مع هذه السنوات الأخيرة بدأت طلبات براءات الاختراع على المستوى الوطني ترتفع، بدينا نسجلوا حوالي 400-500-600 طلب. آخر سنة في سنة 2021 كان فيه 800 طلب، وهذا كان أكثر رقم سجلناه على المستوى الوطني الجزائري من الملكية الصناعية. لكن هذه السنة تحديدا على غيرها من السنوات الفارطة، في على مستوى 6 أشهر الأولى لسنة 2023 تم تسجيل أكثر من 1800 طالب لحماية براءة اختراع، وهذا الرقم أول من نوعه لم يتم تسجيله على مستوى المعهد من بداية نشأة يعني الاكتيفيتي نتاع لابروبريتي اندستريال. جيد. الآن أستاذ، في قضية تسجيل براءة الاختراع، كيف تتم كيف أولا يتم الاعتراف بأن المشروع المقدم هو فعلا مبتكر، هو فعلا اختراع؟ هل هناك لجنة؟ ما هي تركيبة هذه اللجنة؟ كيف تكون عملية التقييم أستاذ؟ نعم، هي عملية الإيداع كما سبقت لي وأن ذكرت تتم أولا نفس الشيء، تشبه شوي عملية إيداع العلامة التجارية، تكون على بوابة سيت ويب للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. بعدها يتم الإيداع على مستوى المعهد، يجيب المودع الملخص الوصفي الخاص بالبروفي دانفونسيون ديالو، إذا كان فيه رسومات أو أشكال يرافقها، ويحط معه كذلك يعني لي غوفونديكاسيون، لازم يكون فيه دي غوفونديكاسيون اللي تبين لنا وراه الجدة في هذا. صحيح. كيفية أن تميز أي؟ نعم، كيف نستطيع أن نقول أنه هذا يقدر يكون محمي كبراءة اختراع أم لا؟ هنا فيه شروط، هذه الشروط محددة عبر الأمر المرسوم نعم الخاص ببراءة الاختراع. فيه لي كريتير برينسيبال، أنه يكون جديد، أنه يكون قابل للتطبيق الصناعي، وأنه ما يكونش بديهي لأصحاب الاختصاص. هذا إذا توفروا هاد الثلاث شروط في هذا الطلب، نستطيع أن نقولوا il peut faire objet d'un brevet d'invention.
ويزيد يمر كذلك على عملية الفحص. عملية الفحص تتم على مستوى الفاحصين موجودين على المستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية اللي رايحين يقوموا بعمليات بحث عن دي بروجي سيميلير لهذا على مستوى قواعد البيانات المتاحة الوطنية والدولية. يعملوا عملية البحث إذا كان ما فيهش مشروع مطابق لهذا المشروع ويكون يستوفي الشروط اللي تذكرتها لك، هنا نقدر نقولوا أنه هذا البروجي يقدر يكون براءة اختراع مسجلة على مستوى المعهد. جيد، ولكن إلى أي حد هذا الأمر واقعي أستاذة؟ يعني هل عملية المسح والجرد لما هو موجود في الواقع هل هي عملية متوالية مستمرة ومتواصلة، أم كيف تضمنون أن هذا المشروع غير موجود في السوق أو غير موجود في الواقع؟ غير موجود هو في الواقع، احنا ما نقدروش نضمنه انه ماهيش موجود في الواقع، لانه ربما كاين فيه شخص اخر اللي توصل الى نفس النتاج الفكري اللي توصل ليه السيد اللي عمل له ديبو على مستوى المعهد الوطني الجزائري ولكن ماهوش مسجل. يعني واقعيا اذا كان هو تحصل على نفس النتائج وما سجلش عندنا احنا ما نقدروش نعرفه. احنا اللي نقدروا نعرفوه الناس اللي عملت المشروع وجات سجلته على مستوى المعهد، لانه عمليه تسجيل على مستوى المعهد طلب منا ان ندخلوا كافه البيانات اللازمه على قاعده الخاصه بالمعهد اللي فيها كل بيانات الاذاعات من بعد الاستقلال الى يومنا هذا. يعني من المحال ان راح يكون فيها بروفي اللي تحط على مستوى المعهد وماهوش مسجل على قاعده البيانات، هذا على المستوى الوطني. اما على المستوى الدولي فكذلك نفس الشيء، على مستوى المنظمه العالميه للملكيه الفكريه هناك قاعده بيانات عالميه تحط فيها كافه تسجيلات البراءات الاختراع اللي تعطينا لا بوسيبيليتي يعني للبحث بعده الطرق، يعني نديروا عمليه بحث بعده الطرق حتى يعني نتاكدوا انه هذا لو بروفي دانفونسيون ماهوش مسجل من قبل في الجزائر او في دوله اخرى. جيد استاذه، كتقييم موضوعي لطبيعه المشاريع المسجله كبراءة اختراع، الى اي حد تقدرين انها مجديه وناجعه اقتصاديا؟ نعم، احنا نتكلمنا اليوم على الارقام، يعني تكلمنا على الكم بالضبط، ولكن ايضا لنتكلمنا على براءات الاختراع المدعى على مستوى المعهد الوطني الجزائري من ناحيه النوع فهي كذلك نوعيه. اليوم الحمد لله بعد المجهودات اللي عملها المعهد الوطني الجزائري ملكية صناعية على مستوى الجامعات الجزائريه قدرنا ان نتحصلوا على العديد من طلبات المدعى من طرف الجامعيين. من قبل كان فيه اكثر طلبات كانت من بيرسون فيزيك، يعني باحثين هكذا اختصاصات فيزيائية نعم تقنية نعم، أو حتى من الناس اللي تشتغل في ميدان ما، يعني أفورس ديكزارسي تجيهم فكرة أنه أنا لو كان نخترع حاجة راح تسهل عليا الأمور في العمل ديالي، وبالتالي هذاك راح يخطي له إنتاج وصح الفكرة تاعو تكون تقدر ناجعة. تكون بروفتابل وناجعة كذلك نعم. لكن اليوم احنا نتكلموا عن النوع، نتكلموا عن لي ريغيرش سانتيفيك، عن النتاج اللي راه يخرج لنا من الجانب الاكاديمي. نعم. وهنا نقولوا بلي النوعيه راهي نوعيه لاباس بها ما شاء الله، يعني عندنا ابحاث في العديد من الميادين، ميادين التكنولوجيه الميكانيكيه الالكترونيه في شتى الميادين، حتى الميادين التجميل وغيرها فيه عمليات، في اذاعات، فيه براءات اختراع يعني على المستوى. جيد، ما دام جميع براءات الاختراع تسجل على مستواكم وقاعدة البيانات هي موجودة على مستواكم أيضا وأنتم على اطلاع بكل هذه التفاصيل، هل المتعاملين الاقتصاديين يتواصلون معكم بغية تجسيد بعض هذه المشاريع المبتكرة أستاذة؟ هو احنا نخلقوا عملية التواصل عن طريق الأيام التحسيسية والتكوينية اللي ينظمها المعهد، عن طريق المعرض يعني اللي نعملوه سنويا اللي هو اليوم الوطني للابتكار، لا جورني ناسيونال دو لينوفاسيون، المصادفة ل 7 ديسمبر من كل سنة. يعني ننظموا الصالون الوطني للابتكار اللي كان هذه السنة منظم على مستوى ولاية معسكر، وكان يضم حوالي 80 عارض واللي تنافسوا كلهم على الحيازة على أو الظفر ب لو تيتر دو ميور انفونتور دو لاني. وهذا يعني هذا الصالون يكون فيه جمع ما بين متعاملين الاقتصاديين وكذلك المنتجين أو المخترعين اللي عندهم براءات اختراع
كانوا وضعوها على المستوى الوطني طيلة السنة الجارية. يعني في بهذه المناسبات وهذه الملتقيات اللي نظموها ونديروا يعني جسر تواصل ما بين المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع. جيد، هل هناك مشاريع تم تجسيدها أستاذة؟ أمثلة ونماذج؟ هناك العديد من يعني ما همش كثير، وانما العديد من 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 براءات الاختراع اللي تقدروا انهم يتواصلوا مع متعاملين اقتصاديين يتبنوا الفكره ديالهم وخذوها بعين الاعتبار وتم تسويقها. جيد استاذه، كسؤال اخير ربما حتى نستفيد منك، هل صحيح التقارير التي تقول انه الذي يقوم بحمايه علامته التجاريه قد تعزز القيمه السوقيه للمنتج؟ نعم، une entreprise qui n'est pas innovante, elle ne va pas assurer la pérennité. يعني المؤسسة اللي ما تكونش عندها une innovation في الانتاج ديالها ما تقدرش انها تتأكد من انها راح تحمل يعني وتعيش لمدة اطول في السوق. هذه قاعدة، يعني كل المؤسسات اللي تعمل innovation في منتوجات ديالها، اليوم عندي المنتوج هذا غدوة نعمل المنتوج الثاني، لازم نكونوا المؤسسة الاقتصادية تكون تواكب المنتجات الموجودة في السوق. هذا من جهة، ولما تكون عندها علامة تجارية ذات قوة مميزة للمنتوج ديالها هذا يعطيها إضافة كبيرة، لأن الناس اليوم تعطي قيمة لكل ما هو مادي، ولكن العلامة التجارية هي قيمة مضافة للمؤسسة ولكنها ليست مادية، وبالتالي لازم نعطيه لها الاعتبار ولازم نعطيه لها الأهمية اللازمة، لأنه احنا قد ما عطينا لها الأهمية راح ترجع لنا بالمردود. جيد، السيدة حنان هاشمي شكرا جزيلا لك على كل الإحاطة والتفاصيل والأرقام أيضا التي تفضلت باستعراضها. اللقاء بك يتجدد قابل الأيام والفرص بحول الله. مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم ولازلنا في استعراض ملفات هذا الفضائي الإخباري، وإلى ملف آخر يتعلق هذه المرة بالتطور الحاصل في مجال الصيرفة الإسلامية مع فتح شبابيك إسلامية جديدة للعديد من البنوك على مستوى ولاية الجمهورية. ولأجل مواكبة الغرض نظمت جامعة بشار ملتقا حول الصيرفة الإسلامية. الزميل أبو بكر جعطوط يفصل أكثر في هذا اللقاء المسجل. اليوم تحتضن جامعة طاهر محمد ببشار الملتقى الوطني حول الصيرفة الإسلامية. هذا الملتقى الذي يأتي تحت عنوان منتجات الصيرفة الإسلامية في الجزائر بين الضوابط والممارسات، والذي يحضره نخبة من الباحثين والمختصين في هذا المجال. ولأكثر التفاصيل يحضر معنا البروفيسور مخلوفي عبد السلام، أستاذ بجامعة طاهر محمد ببشار. مرحبا بك أستاذ، ماذا لو توفينا وتكلمنا بأكثر تفاصيل عن هذا الملتقى ومحاوره؟ شكرا لكم. حقا هذا الملتقى هو فرصة للقاء علمي داخل جامعة طاهر محمد بشار حول موضوع مهم. هذا الموضوع خرج من انشغالات ساكنة ولاية بشار حول ملتقى الصيرفة الإسلامية بموضوع منتجات الصيرفة الإسلامية في الجزائر بين الضوابط والممارسات. هو موضوع بادرت به جمعية مواطنون من أجل التنمية المستدامة لبشار، احتضنته الجامعة، رافقته مديرية شؤون الدين والأوقاف، ومولته مجموعة من البنوك. أردناه فرصة للقاء العلمي بين مجموعة من الباحثين والمختصين والخبراء والممارسين ومجموعة من الفقهاء وأهل الشرع، وجاءوا رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، وكان مفتوح للأئمة ولكل المواطنين من أجل أولا فهم أسس وضوابط العمل المصرفي الإسلامي، وثانيا من أجل الإجابة ونفض الغبار وإزالة الغبش على كثير من الشبهات والإشكالات والإنشغالات التي وجدناها حقيقة عند سكاننا في منطقة بشار. ففي الحقيقة الآن خرجنا من الجلسة الافتتاحية الأولى والتي أطرها كل من الدكتور بوجلال محمد وهو عضو المجلس الإسلامي الأعلى وهو مكلف بملف توطين الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك الجزائرية، وبالإضافة إلى الأستاذ الدكتور قدي عبد المجيد والأستاذ الدكتور سنوسي عبد الرحمن والدكتور حيدر ناصر المدير العام لمصرف السلام، وكان رئيسا لهذه الجلسة هو الأستاذ الدكتور مشنان محمد إدير عضو اللجنة الوزارية للفتوى. كان نقاشا ثريا حقيقة، يعني تأخرنا الآن تقريبا نحن ساعة متأخرة، وكان فيه نقاش ثري، والحقيقة لمسنا الطرح العلمي المهم جدا. ولهذا لا نريد من الناس أن تتكلم بغير علم،
يعني حتى إذا كان الشخص عنده تساؤل أو ما فهمش أمر معين، فأهل الرأي موجودين وأهل العلم وأهل الخبراء، هؤلاء هم من صنعوا، هم من أسسوا للمصرفية الإسلامية في بالإضافة إلى ما ذكرت أستاذ بخصوص الصرفة الإسلامية، اليوم مثل هذه الملتحق ما لاحظوا في مثل هذه الملتقيات، من خلال هذه الملتقيات نلاحظ الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا النظام المصرفي الجديد على غرار النظام التقليدي. نعم، في الحقيقة هو توجه، هو إرادة سياسية كبيرة الآن موجودة، هو توجه الآن الدولة الجزائرية من أجل توطين المصرفية الإسلامية والتحول من فتح شبابيك إسلامية إلى فتح فروع خاصة بالبنوك الإسلامية. الملتقى هذا جاء أيضا من أجل الخروج بتوصيات مهمة من أجل استكمال بناء المصرفية الإسلامية عندنا في الجزائر. خطونا خطوات كبيرة، وهو مشروع في الحقيقة يجب أن يلتف حوله الجميع من أجل إنجاحه وعدم ترك فرصة لأي كان من أجل أن يجهض هذا المشروع أو يشكك فيه. فالمجتمع إسلامي وقناعات ناس، ولاحظناها حتى ناس يعني لا من حيث الودائع ولا من حيث التمويل كانت نسبة كبيرة مقارنة بالبنوك التقليدية. نتمنى إن شاء الله أن يخلص هذا الملتقى بتوصية مفيدة لاقتصادنا ولبلادنا، وشكرا لكم. شكرا لك أستاذ على هذه التفاصيل. لتبقى مثل هذه النشاطات والملتقيات الهامة فضاء مفتوحا للجامعة على الفضاء الخارجي لتحقيق تنمية مستدامة، خصوصا ما تعلق بالراهن الاقتصادي والاجتماعي. شكرا جزيلا لك زميل أبو بكر، وشكرا أيضا لضيفك الكريم على كل هذه التفاصيل والإفادة. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام، ومستمرون أيضا في استعراض ملفات هذا الفضاء الإخباري، وإلى ملف آخر هذه المرة يتعلق الأمر بالاتفاقية التي أبرمتها وزارة السياحة ممثلة في المدارس العليا للسياحة التابعة للوزارة مع الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة، والتي تهدف إلى ترقية الفعل التكويني في المجال السياحي. ومن أجل تفاصيل أكثر حول هذا الملف أسعد بأن يكون ضيفي كل من السيد عبد الوهاب بولفخاب رئيس الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة. سيدي مساء الخير، أهلا بك إلى هذا الفضاء الإخباري. كما أسعد أيضا أن يكون ضيفي السيد إسماعيل بخاري، وهو مدير الدراسات لدى المدرسة العليا الوطنية للسياحة الأوراسي. سيدي مساء الخير، أهلا بك إلى هذا الفضاء الإخباري. أبدأ معك أستاذ إسماعيل، في أي إطار تم إطلاق هذا المشروع التكويني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر القناة الثالثة على هذه الاستضافة. يعني احنا في المدرسة الوطنية العليا للسياحة، تختص المدرسة في تكوين مسيرين، يعني إطارات مسيرة في مجال السياحة والفندقة، تعمل في طورين، طور الليسانس وطور الماستر. عندنا تخصصين مفتوحين الآن في طور الليسانس وهو تسيير الإيواء وتسيير الإطعام، وعندنا تخصص في الماستر وهو تسيير المؤسسات السياحية. الاتفاقية يعني تهمنا كثيرا لأنها تأتي بالإضافة من حيث الجانب التطبيقي لهؤلاء الطلبة الذين يسعون لتلقي تكوين عالي مختص في السياحة والفندقة. جيد. السيد عبد الوهاب والفخاض، هل ممكن بعض التفاصيل حول مضمون هذه الاتفاقية؟ سيدي الكريم مساء النور، نشكر الإذاعة الوطنية يعني لهذه الدعوة وهذا الاهتمام يعني بالقطاع السياحة. احنا كفيدرالية وطنية الفندقة والسياحة، الاهتمام تاعنا هو يعني التكوين. احنا بادرنا مع الوزارة الوصية وزارة السياحة، وعلى رأسهم السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، اللي هو يعني خدا يعني المبادرة يعني باش قدرنا نسجدوا هذه الاتفاقية في الأرض الميدان. هذه الاتفاقية يعني في إطار تعاون مشترك بين المؤسسات التكوينية في الميدان السياحي والفندقي، ممثلة في المدرسة العليا للسياحة، المعهد الوطني للفندقة والسياحة بتيزي وزو، والمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة، ومع الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة. الأهداف لهذه الاتفاقية ترقية التكوين وتطوير وتحسين مستوى المكونين والمتكونين بما يتماشى مع متطلبات تطوير قطاع السياحة والفندقة، ولغرض تحسين الخدمات الفندقية السياحية لدى المؤسسات ذات الصلة. أما تعزيز يعني التعاون والشراكة في ميدان هذا المعهد السياحة، يعني الاستفادة المتكونين
من الخبرات العالمية والوسائل البيداغوجية المتوفرة لدى مؤسستنا، مؤسسة الفندقة والسياحة، من خلال الاحتكاك بالوسائل المهنية. تفضل. وتحضيرات يعني وتأهيل المتربصين الاندماج في الحياة المهنية. جيد. الآن أستاذ بخاري إسماعيل، بالتأكيد المدرسة وضعت برنامجا أو سطرت برنامجا تكوينيا لمباشرة تطبيق نص الاتفاق، هل ممكن بعض التفاصيل حول هذا البرنامج؟ نعم، المدرسة تحتاج كثيرا إلى هذا النوع من الاتفاقيات، لأن هناك تحديات كثيرة في مجال التكوين في السياحة والفندقة. عملنا منذ المدرسة عملت منذ 1976، وفي 2015 أحدثنا تغييرات جذرية يعني في نظم التكوين، بحيث أدمجنا نظام الألمدي في المدرسة، وهذا ما أدى بنا إلى إحداث برامج جديدة تواكب التطورات الحاصلة في ميدان التكوين على المستوى العالمي. نحن الآن تقريبا ثمان سنوات من تطبيق نظام الألم دي، يعني هناك نتائج جد إيجابية وملموسة، ويبقى التحدي الكبير هو الجانب التطبيقي للطلبة. هذا الجانب يعني خارج عن نطاقنا، لأننا نحتاج إلى مؤسسات سياحية وفندقية على مستوى الوطن، ولكن هذه المؤسسات لها كذلك أهدافها الاقتصادية والتنظيمية، ونحن كمدرسة لنا أهدافنا البيداغوجية مع المتربصين، فلهذا غالبا لا يكون هناك تلاقي بين أهداف المدرسة وأهداف المؤسسات السياحية والفندقية، مما يخلق بعض الاختلال. الآن لما جاءت هذه الاتفاقية يعني نحن جد سعيدين، لأنها تعطي الإطار الأمثل إلى تحيين وتلاقي الأهداف المشتركة بين المؤسستين. يعني سنستفيد من هذه الاتفاقية من حيث نوعية التربصات، وقت التربصات، برنامج التربصات، وحتى متابعي الأساتذة الذين سيتابعون الطلبة في أماكن التربصات. هذه كلها تسهيلات سوف تمنح من طرف الفيدرالية، وبالمقابل نحن نسعى إلى يعني عرض تكوين للعمال الذين يعملون في هذه المؤسسات السياحية والفندقية، ويستفيدون من خبراتنا ومن تجربتنا. جيد. الآن الحاج عبد الوهاب بولفخاض، برأيك كمسير لمؤسسة فندقية، ما هي التفاصيل التي تقدر أن الكوادر البشرية التابعين لمؤسستك الفندقية أنهم بحاجة إلى تكوين، وبالتالي ستستفيدون من هذا الاتفاق أيضا؟ وسيدي الكريم، يعني حقيقة نحن كفندقيين يعني رانا بحاجة لهذه المؤسسات التكوينية الموجودة. ما يخفاك سيدي الكريم، تسير يعني في كل عام في تطورات فيها. احنا ذكرنا نتكلم على عصرنا وعلى رقمنا، وحنا نتماشى مع هذه المؤسسات اللي احنا يعني محتاجين يعني للطلبة، وخاصة يعني مكونين يعني اللي موجودين يعني في هذه المدارس يعني لاستهنوا بهم، يعني برزوا. يعني احنا عندنا يعني طلبة تخرجوا من هذه المدارس، انا لقيتهم في عدة يعني مؤسسات يعني اللي يقدموا في خدمة يعني مهنية باحترافية يعني، وهذا هو الشيء اللي احنا حابين نوصلوا له. احنا نفتحوا فرصة لهذه المدارس باش نعطيهم يد العون، باش نمنحوا لهم الفرص للطلبة لإجراء التربصات وإدخال المؤسسات الفندقية التابعة للفيدرالية والفندقة والسياحة يعني في تنويع وتحسين الخدمات في المؤسسات الفندقية الثانية. جيد. ولكن حتى الكوادر البشرية التابعة للمؤسسات الفندقية معنية بالعملية التكوينية لدى المدارس العليا. نعم سيدي الكريم، احنا هذا التكوين متواصل، وحنا رسكلة يعني ما نقدروش نتخلوا عليها. العامل يعني لازم يكون يعني مؤطر، وحنا مشينا هذه المدارس يعني النية تاعنا والهدف تاعنا الكثير. احنا نحتاجوا الطلبة، حتى المكونين عندهم دور كبير في المؤسسات تاعنا، هما اللي رايحين يجيو ورايحين يشرفوا يعني حتى على الطلبة يعني من المدارس كي تكونوا يجوا للفنادق تاعنا. احنا راح نوفر لهم الإيواء، الإطعام، حتى يعطيهم يعني مقابل باش يجعم
هذه، ونحتاج ثاني المكونين باش يجيو يعني الفنادق باش يكونوا يعني الكوادر اللي راهي موجوده. بيسك حنا تشوف يعني هذا الميدان تاعنا يعني كل عام يعني نشوفوا تطورات تطور بسرعه صحيح، ونحتاجوا يعني من نوع هذا. جيد. الان استاذ اسماعيل بخاري، بالتاكيد الاستفاده متبادله، يعني المؤسسه الفندقيه تستفيد من المدرسه والمدرسه تستفيد من المؤسسه الفندقيه، وهنا انا اود ان اطرح عليكم السؤال، الى اي حد كنتم بحاجة إلى توقيع هذه الاتفاقية حتى تفتح لكم المؤسسات الفندقية أبوابها أستاذ؟ نعم، بكل تأكيد كما ذكرتم شراكة إيجابية جدا. يعني أنا بصفتي كمدير دراسات مكلف بالشؤون البيداغوجية كنت أعاني كثيرا من بعض الصعوبات مع مؤسسات فندقية وسياحية. المؤسسات تفرض علينا شروط، وهذه الشروط غالبا لا تخدم مصالح الطلبة ولا تخدم مصالح المدرسة. والآن مع هذه الاتفاقية مع الرئيس الفيدرالية يعني هناك باب مفتوح للحوار وللنقاش ولإثراء هذه الأهداف التي ذكرها الرئيس في هذه الاتفاقية. لهذا نحن متفائلون جدا من نتائج تطبيق هذه الاتفاقية، ونتطلع إلى تطبيقها في الوقت الأسرع ممكن. في من الناحية المبدئية متى سيسري تطبيق هذه الاتفاقية؟ يتفضل الرئيس ربما للإجابة. أعتقد ساعة توقيعها سنحصل على الإجابة، ولكن الساعة الآن معذرة الحاج، الساعة الآن تشير إلى تمام الرابعة مساء بتوقيت الجزائر. تحول إلى غرفة الأخبار. مستمرون عبر هذا الفضاء الإخباري، ومستمرون في مناقشة ملفات هذا العدد الجديد من برنامج ما بعد المنتصف. أعود إليكم إذن وأعود لضيفي سيد عبد الوهاب الأفخاذ رئيس الفيدرالية الجزائرية للسياحة والفندقة، والسيد إسماعيل بخاري المدير المركزي بالمدرسة العليا للسياحة. سيدتي أرحب بكما مجددا. كنا قد توقفنا أستاذ إسماعيل بخاري عند جزئية هامة جدا، هي قضية التفاصيل التي تشتغلون عليها في العملية التكوينية. نعم، بالنسبة للتكوين يعني في الطوري الليسانس والماستر، يعني عندنا الجرع المشترك في السنة الأولى ليسانس، يعني هذا يعطينا واحد الصورة كيف سنواجه السنة الثانية التي يدخل فيها الطلبة إلى التخصص. سنة ثانية يبدأ التخصص، عندنا تسيير الإيواء وتسيير التنمية المستدامة للسياحة. دروس وتأخذ أشكال عديدة، منها دروس نظرية، دروس تطبيقية في الأقسام، وورشات في الأقسام، وعدة طرق بيداغوجية يعني يستعملها الأساتذة في إعطاء الكفاءة للطلبة. كذلك في طور الماستر في تسيير المؤسسات السياحية، هناك دروس نظرية وتطبيقية في المدرسة وورشة عمل مع الطلبة والأساتذة. كذلك الحاجة إلى الوصول إلى أعلى نوعية ممكنة من التكوين. ثم يبقى الجانب التطبيقي خارج المدرسة، وهذا هو المشكل عادة الذي نواجهه، لأن التربصات تبدأ في السنة الأولى اختيارية، ثم وصولا إلى السنة الثالثة إجبارية في السداسي الأخير من طور الليسانس، وإجبارية في السداسي الأخير من طور الماستر. وهنا المؤسسات السياحية والفندقية تملي علينا الشروط، وغالبا هذه الشروط تؤدي إلى عرقلة مسار التكوين. لهذا ارتحنا بالنسبة للاتفاقية مع الفيدرالية الوطنية من حيث هذا الجانب الذي سيكمل الجانب النظري الذي حاز عليه الطلبة في المدرسة، ويفتح كذلك أبواب إلى تشغيل الطلبة كذلك، لأن التربصات عادة تعطي فكرة للمؤسسات المستقبلة على كفاءة الطالب وعلى نوعية مردوده، وبإمكان المؤسسات السياحية والفندقية إعطاء فرصة تكوين نهائية، فرصة تشغيل لهؤلاء الطلبة
في المدرسة. جيد، نواصل النقاش في هذه النقطة، قضية استفادة المتربصين من المؤسسات الفندقية، الحاج بالإضافة إلى فتح المؤسسات الفندقية أبوابها أمام المتربصين لإجراء التربص، ماذا سيستفيدون أيضا؟ سيدي الكريم، يعني بالنسبة للطلبة يعني راح يستفيدون من التجارب الموجودة في المؤسسات الفندقية، راح يحتكوا مع في العنصر يعني المهني في هذا الفندق تاعنا. ثاني حاجة راحين سادير ياخذوا ضمانات، وراحين يعني المستقبل تاعهم راح يكون موجود مع هذو أصحاب المؤسسات. حنا مشينا عدة مرات وشفنا طلبة يعني، وهما جاوا من عدة ولايات، وحنا الله يبارك الفنادق اللي موجودة عندنا يعني اللي منضمين الفيدرالية تاعنا ما يقارب 600 فندق، ومعظم الفنادق اللي موجودة في الدول على التراب الوطني رانا عندنا 1600. يعني حنا عدد يعني الطلبة اللي موجود يعني حتى كاين، ويعني الدولة بذلت يعني جهد كبير ومنحتهم يعني فرص كثيرة، الا ما زلنا نحتاجوا للعدد. يعني الله يبارك مستوى الفنادق يعني ترفعت، وعدوا عندنا فنادق يعني الله يبارك يعني موجودين بمعايير يعني دوليه. احنا بقينا باش نستمروا وباش كل ساعه يعني نحبوا نطوروا ونبقاو يعني عند حسن الظن يعني مواطنينا الجزائريين، يعني بالدرجه الاولى يعني اصبحنا يعني السياحه الداخليه اللي عدنا احنا كمستمرين اعطيناها اهميه كبيره ودرسناها وشفنا يعني المواطن الجزائري وش الحاجات والعادات اللي هو ربما يعني تناسبه وشي اللي هو يقبل وحده يمشي عندنا كثير. ثاني حاجه يعني احنا كاصحاب الفنادق يعني بهذه الاتفاقيه يعني رانا مرتاحين، وانا يعني حبيت من المنبر هذا، انا واحد من الناس كنت طالب يعني في 2000 في 1980 انا درست في ولايه قسنطينه يعني في المدرسه الفندقيه اللي كنت موجود تبع، والحمد لله بعد ما تخرجت يعني مشيت اشتغلت مع الولد، يعني اكتسبت خبرات يعني كثيره ومارست، والحمد لله اليوم راني يعني موجود كرئيس مجمع، وانا ديما وين نروح للمدارس يعني نقول يعني الدوله الجزائريه يعني فيها خير كبير. اول حاجه لازم تدرس، لازم تاخذ تكون عندك مهنه، ولازم المهنه لازم تكون تحبها، ولازم تكون عندك ثقه كبيره في الدوله تاعك. يعني احنا شفنا فيها تحفيزات، انا ديما نقول لهم راك قادر باش تاخذ الخبره، لازم تعدي مؤسسه فندقيه تشتغل فيها. كاين اللي يحب باش يبقى ديما موظف، يحوس بيان سور يدخل كعامل بسيط حتى يصبح غدوه مدير الفندق هذاك، وكاين اللي راح يدير المشروع تاعو. وهذه انا من خلال المنبر هذا يعني نحفزهم. انا يعني مش نقول يعني كموديل، انا مشيت يعني واحد كنت طالب يعني في المؤسسات يعني التكوينيه الجزائريه، والحمد لله يعني بالاراده ويعني بالتحفيزات اللي قدمتها لنا الدوله الجزائريه لسان غدوه تصبح رئيس مجمع في الفندقه والسياحه. ولهذا يعني احنا يعني فتحنا لهم يعني اعطيناهم يد العون، وراحين نخدم يعني مع بعضنا ان شاء الله باه على الاقل احنا ماذا بينا نزيدوا نجيبوا الطلبه القطاع تاعنا. رانا مهما موجودين ما زلنا محتاجين. وزيد ما يخفاك سيدي الكريم يعني الجوده اللي موجوده الطلبه تاعنا في الخارج يطلبوا فيهم كثير، ولهذا احنا حابين نستقررهم نعطيهم يعني اطمئنان يعني نحفزوهم باش يبقاو يعملوا في بلادهم. جيد، هذه الرسائل مهمة جدا ومشجعة للشباب الجزائري بالتأكيد. الآن سيد بخاري إسماعيل، العملية التكوينية على مستوى المدارس الوطنية العليا للسياحة بالتأكيد تستهدف التكوين في اختصاصات عدة، من التسيير إلى أبسط ربما وظيفة بالمؤسسة الفندقية. ما هي التفاصيل التي تشتغلون عليها في عملية تكوين مسيري الفنادق؟ بالنسبة للتفاصيل يعني في نظم التكوين، يعني نعتمد كثيرا على ما هو حاصل في على المستوى الدولي في مجال التكوين في السياحة والفندقة. نعتمد كثيرا على جانب الاستقبال،
الان الاستقبال اخذ بعدا اكبر من 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 الاسم استقبال، بل تسيير الاستقبال. يعني كيف يسير الاستقبال؟ المسير لما يشتغل في مؤسسة سياحية او فندقية يجب ان يعرف كيف يسير الاستقبال، وهذا الاستقبال يسيره قبل وصول الزبون الى الفندق عن طريق منصات التواصل إلى آخره، وحتى بعد إقامة الزبون في الفندق وخروجه وعودته إلى بيته يستمر التواصل معه عبر الوسائل التكنولوجية المتاحة حاليا. لهذا الآن نحتاج إلى مسيرين في الاستقبال، ليس فقط الاستقبال، وهذا نحتاجه كثيرا. هذا بالإضافة إلى مقاييس عديدة. أستاذ، بالمناسبة القاعدة التي تقول أن الذي اشتغل أولا كمستقبل في مؤسسة فندقية هو الذي سيكون مديرا ومسيرا ناجح المؤسسة الفندقية، إلى أي حد هذه القاعدة صحيحة؟ هذا صحيح جدا، بل أكثر من مقولة، هذا أصبح معيار دولي. لا يستطيع أي شخص أن يسير فندقا إذا لم يبدأ من القاعدة. لهذا نحن دائما ننصح طلباتنا بعد التخرج، نقول لهم حذاري أن ترفضوا الوظيفة الأولى، لأن الوظيفة الأولى دائما تأتي هي المؤسسة. نعم، يعني استقبال أو في المطعم أو إلى آخره. وأكبر المدراء على المستوى الدولي الذين نجحوا في تسيير المؤسسات والسلاسل الفندقية العالمية بدأوا من الاستقبال، أو بدأوا من الخدمة في المطعم أو من المطبخ إلى آخره. مستحيل أن يسير طالب، يعني متخرج فندق، إذا لم يمر من هذه المراحل المتدرجة. جيد. أستاذ، أول حاجة عبد الوهاب، ذكرت قبل قليل قضية رسكلة كوادر المؤسسات الفندقية من أجل أن تكون عملية تسيير هذه المؤسسات وطبيعة الخدمات المقدمة مواكبة للعصر. كيف ستستفيدون من هذه الاتفاقية من أجل تحقيق هذا الهدف؟ وسيدي الكريم، يعني هذه الاتفاقية يعني باش نوصلوا الهدف اللي احنا طمحين يعني نوصلوا ليه، وحنا عملنا يعني دراسات يعني لهذا المجال، ويعني رانا عارفين يعني وين حابين نوصلوا. وحنا كي نعودوا نهتموا بالعنصر البشري في مؤسستنا، يعني تعرف المؤسسة هذه راح تبقى ديما يعني في الأفق، وديما من حسن إلى أحسن. وأهمية يعني رسكلة، حنا الحمد لله يعني بفضل هذه الاتفاقية يعني اللي كان شرف عليها سيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، هو مشكور يعني على هذه المبادرة، يعني فتحنا باب آخر. احنا درك يعني تقربنا يعني لبعضنا بعض، ودرك احنا ما في حد احنا نقدر نبعثوا حتى العمال تاعنا بسعر يعني مخفض وتنافسي، يعني اي فندق يقدر يعملها. وثاني شيء اللي كاين حاجه يعني اللي هني احنا يعني عجبتنا كثير، وهي كيما نقول لا فورماسيون على كارت، يقدر يبعث لك حتى مكونين على حسب الطالب المؤسسه تاعك. وهذه يعني سابقه غير مسبوقه، هذه يعني حاجه سابقه اللي احنا ربما استحسنناها. وثاني اللي رحنا الشغل تاعنا باش يعني نمشيو يعني في الميدان. اما الاتفاقيه هذه اللي عملناها راهي فيها مده 5 سنين وقبل جديد، احنا ما عملناهاش على سنه ولا حاجه، احنا مأمنين عارفين يعني داركين باللي يعني التكوين هو اللي راح يقدر باش الخدمات تاعنا باش ترقى للعالميه ان شاء الله. إن شاء الله. الآن أستاذ إسماعيل، ذكرنا قبل قليل قضية التركيز في التكوين على تسيير المؤسسات الفندقية، الآن بقية الوظائف الفندقية. بقية الوظائف الفندقية، وأضيف كذلك إلى النقطة المهمة التي ذكرتموها هي الرسكلة. هي الرسكلة يعني لفت انتباهي بند في الاتفاقية أنه الأساتذة الآن في المدرسة يستطيعون أن يؤطروا التربصات التطبيقية في أماكن التربص، والفيدرالية تتكفل على الأقل بثلاث أيام مبيت وإطعام إلى آخره لهؤلاء. هذا الشيء الذي لم يكن في السابق، وهذا الفرصة ستعطى لهؤلاء الأساتذة من جانب واحد، يعني متابعة وتأطير المتربصين، وكذلك يعطي لهم الإضافة تخصصية، لأن عندنا بعض الأساتذة يعني يحتاجون كذلك إلى
جانب تطبيقي معين، يعني لما يكون في الفندق ويتابع طلبة خلال مدة معينة يستفيد من الجوانب التطبيقية في الفندق، ويعطيه كذلك فكرة على حاجة بعض العمال في الفندق، فلما يعود إلى المدرسة يستطيع كذلك أن يستقبل عمال هذه المؤسسات الفندقية ويعطي لهم التربص الذي ينقصهم، لأن هناك مؤسسات فندقية يعني نقولها توظف أناس ليس لهم شهادات في السياحة والفندقة، يعني الآن مدرسة مستعدة الآن لاستكمال هذا الجانب الذي ينقص هؤلاء العمال. جيد، هذا في هذه الجزئية. الآن بقية النقاط المرتبطة بالتكوين في مختلف الوظائف، أستاذ ذكرت قبل قليل قضية التكوين في مجال تسيير الفندق، الآن نعم. بقية الوظائف الفندقية، يعني هو المدرسة الوطنية العليا للسياحة تعتمد على تكوين الإطارات في السياحة والفندقة، يعني إلى جانب مدرسة عين بنيان، ثم هناك المعاهد تيزي وزو ومعاهد بوسعادة، هؤلاء تلك المعاهد تهتم بالحرف يعني المهن، وهذا يتكامل في إطار هذه الاتفاقية حتى نعطي الفرصة للجميع في كل المستويات، والتكوين يبلغ يعني نوعا ما النوعية التي نرقى ونتطلع إليها، لأن النوعية التي نتطلع إليها لا تهم فقط المسيرين بل تهم حتى الذين يتكفلون بمهام الاستقبال، بمهام الإطعام، بمهام الطبخ، بمهام الصناعات التقليدية إلى آخره. جيد، أستاذ عبد الوهاب، ربما من بنود الاتفاقية وهي النقطة ثانية توظيف المتربصين فيما بعد أو بعد تخرجهم من المؤسسات التكوينية، إلى أي حد تقدر أن جميع المؤسسات الفندقية قادرة على تحقيق هذا المقصد؟ هو سيدي الكريم يعني بالطبع يعني لحسب إحنا العدد اللي موجود يعني في مدارس التكوين الموجودين يعني الفنادق اللي موجودين عبر تراب الوطن يقدروا يعني يغطيوا الاحتياجات هذو كامل، يعني حتى ربما يبقوا يعني حتى نقصهم. هذه التجربة راح تكون حنا بعد ما يجوا عندنا الطلبة الفنادق اللي تربصوا، نسمى المدير المؤسسة هو يبدأ يختار يعني الطلبة الموجودين، هذه حاجة. وثاني حاجة في بعض الأحيان كما قال في المدرسة العليا تاع الورسي عدنا نمشيو يعني في العام الماضي مشات كاين مؤسسات يعني خدات يعني طلبة قبل ما ينتهي من الدراسة تاعو، وهذا تحفيز يعني كبير، وحنا اللي حابين يعني هذا هو الهدف تاعنا اللي حابين نمشيو ليه، حنا باش الطالب، وحنا الحمد لله في الميدان تاعنا يعني الطالب بعد ما يتخرج من هذه المدارس يعني في التكوين المهني هذو ما يبقوش بطالين، هذا قبل ما يخرج ديجا عنده منصب تاعو، هذا هو الشيء اللي باش حنا نحفزوا الطلبة تاعنا. كما هو محتاج عمل حتى حنا محتاجين يد عاملة مكونة يعني مؤهلة في هذا الميدان، وهذا العمل هذا هو راح يكون يعني في مؤسسة دائمة، وراح ربما تكون عنده عقد يعني مدى طويل يعني مش يعني حاجة، وراح يطمن وراح يجيبنا طلبات خلاف يعني طلبة أخرين في هذا الميدان. جيد، أستاذ إسماعيل، اتفاق بهذا الشكل مع هذا الانفتاح والاستعداد الكبير للمؤسسات الفندقية للتجاوب مع هذه الرؤية الجديدة المتعلقة بترقية الفعل التكويني، ما هي طبيعة الإضافة التي سيقدمها لكم كمؤسسات تكوينية متخصصة؟ نعم، نحن ننتظر من هذه المؤسسات نوع من المرونة في نوع من المرونة ونوع من استكمال مهام التكوين التي تقام في المدرسة. هذه المؤسسات يعني هذه المرونة يعني تبدأ من برنامج التربص، يعني الآن عندنا إمكانية أننا نضع برنامج تربص بالاتفاق مع المؤسسات الفندقية. كذلك الجانب الثاني هو توقيت التربص،
هذا كذلك يهمنا جدا ويخدم المهمة التعليمية التكوينية والمهمة البيداغوجية. يعني نتفق على يعني فترات زمنية متفرقة وعديدة لاستقبال الطلبة في المؤسسات الفندقية، وهذا مهم جدا. والجانب المهم هو التدرج في التكوين. الآن لما نسطي برنامج تربص يعني يسمح لنا بلمس الجوانب الأساسية لبرامج التكوين في المدرسة. نحن نحتاج من هذه المؤسسات الفندقية أن الطالب لما يصل إليها يجب أن يمر من كل المصالح، ليس فقط مصلحة معينة، لكي يعني نستطيع أن نكون مسير حقيقي في السياحة والفندقة. الطالب يجب أن يمر من كل المصالح الموجودة في المؤسسة الفندقية، وهذا مهم جدا. وفي بعض الأحيان لا يتح لنا مع بعض المؤسسات الفندقية الأخرى التي لا تسمح حتى للطالب أن يجاوب عبر الهاتف لما يكون في مصلحة الاستقبال. جيد الحاج، كمهنيين وأصحاب مؤسسات فندقية، إلى أي حد كنتم بحاجة إلى هكذا اتفاقية، خاصة وأنك قلت في البداية أنكم بحاجة إلى رسكالة الكوادر التي تشتغل في مؤسساتكم الفندقية؟ وسيدي الكريم، يعني حقيقة يعني مؤسستنا يعني محتاجين باش يكون هذا النوع يعني من الاسكالات على المهنيين اللي موجودين عندنا. ما يخفاك سيدي الكريم، يعني خاصة المحضرة الحاج أن عملية الرسكالة تكون على مستوى مؤسسات تكوينية عليا كالمدارس الوطنية. نعم. العليا للسياحة. نعم، وفي برنامج اللي حيكون يعني الرسكالة تكون موجودة يعني في المعاهد التكوينية، يعني يمشوا باش تكون الرسكالة ربما طويلة يعني قصيرة المدى ولا حاجة، وبعد من الرسكالة يعني احنا يجونا مكونين يعني حتى للمؤسسة الفندقية. هذا اللي يربح الوقت، هذا سيدي الكريم اللي يربح الوقت باش ناخذ الوقت. ويعني ودرك حنا علاه، باسكو المؤسسات الفندقية اللي موجودة عادوا يتنافسوا بين بعضها، عادوا يتنافسوا، وحب يكون مؤسسة تاعو تكون يعني رائدة يعني كمؤسسة كالهيكل، يعني ماذا به ثاني يكونوا العمال ثاني يكونوا يعني ان بيرسونيل كاليفي كيزون ليكسبيريونس. وهذا هو الشيء اللي حنا قاعدين يعني نصبوا ليه، يعني الحمد لله يعني حنا وصلنا يعني اليوم برمنا الاتفاقية هذه. يعني انا نشوف يعني نبقى يعني من دولة جزائرية، وحنا الحمد لله وعلى راسهم السيد عبد المجيد تبون اللي اعطى أهمية للتكوين، وكان ديما يحثنا يعني يقول لك ما نقدروش نوصلوا المبتغى اللي احنا حابين نوصلوا ليه حتى في الخدمات ولا في اي قطاع. يعني التكوين يعني حاجه مهمه كبيره، وحنا الحمد لله يعني عندنا فرصه لهذه المدارس راهي موجوده ومن عده سنين، وزيد احنا شفناهم برهنوا في الميدان تاعهم. احنا حبينا يعني باش يعني نتكاملوا، يعني احنا كفندقيين وهذو مدارس نتكاملوا باش تكون يعني جودة، وتكون يعني كما قال الأستاذ يعني قبيل في الاستقبال ما بقاش يكون إلا استقبال. وحنا العمال اللي موجودين عندنا يعني هلا، والعمال يعني اللي عندهم خبرة عندنا من قبل يعني مشاو خدموا في كل اللي صدير طرافاي بينيفول، صدير خدموا في اللي سيرفيس كامل، وهذا هو اللي يقدر غدوة يسير مؤسسة. صحيح. جيد. السيد عبد الوهاب والفخاطر رئيس الفيدرالية الجزائرية للسياحة والفندقة، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك بالتأكيد كل التوفيق بحول الله. سيد اسماعيل بخاري المدير المركزي أو مدير الدراسات والبيداغوجيا بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة الأوراسي، شكرا جزيلا لك على كل الإفادة والتفاصيل، نتمنى لكم كل التوفيق، واللقاء بكم يتجدد قابل الأيام بحول الله. مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم في استعراض ملفات هذا الفضاء الإخباري، ولكن بعد الفاصل.
لازلنا معكم مشاهدينا الكرام، ولازلنا أيضا عبر هذا الفضائي الإخباري نواصل متابعة ملفات هذا البرنامج، وإلى ملف تنموي آخر يتعلق الأمر بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الفلاحة من قبل السلطات العليا في البلاد. في عدد اليوم نسلط الضوء على دور الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في دعم ومرافقة المستثمرين الجادين في قطاع الفلاحة، ولمتابعة هذا الملف أسعد بأن يكون ضيفي في هذه الفقرة الإخبارية السيد ناصر محمد الأمين، وهو المدير الجهوي للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. سيدي مساء الخير، أهلا بك إلى هذا الفضاء الإخباري. ما هو طبيعة الدعم الذي يقدمه الصندوق للمستثمرين في قطاع الفلاحة؟ شكرا سيدي، بارك الله فيكم على الاستضافة. بداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالفعل دور الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يتجلى في مرافقة الفلاحين بالدرجة الأولى والمستثمرين عبر مختلف النقاط في التراب الوطني، حيث عرفت هذه الفترة تنظيم لقاءات جوارية مباشرة أشرف عليها السيد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي رفقة الإطارات بمختلف الإطارات التقنية للمديرية العامة الذين جابوا مختلف نقاط الوطن، بداية من الجنوب إلى الشرق إلى الغرب إلى الوسط، حيث بدأت أول لقاء كان ملتقى دولي في الجزائر العاصمة حول تسيير الأخطار الصناعية والأخطار. كان لقاء موجه بالدرجة الأولى اللي كان لقاء ناجح وموجه إلى المستثمرين لأعرف حضور خبراء دوليين في تسهيل المخاطر الصناعية. نفس الشيء كان برمجة لقاءات أخرى تجاه المستثمرين الصناعيين، حيث نعرفوا باللي القطاع الفلاحي فيه كذلك فيه فرع مهم جدا وهو الصناعة التحويلية اللي تجمع ما بين الصناعة والفلاحة. إذن في هذه الفترة يعرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي نشاط مكثف عبر مختلف صناديقه الجهوية اللي معروفة، هي 70 صندوق على المستوى موزعة على التراب الوطني، 550 مكتب محلي. الاستراتيجية الجديدة هي المرافقة عبر اللقاءات الجوارية والعمل على نشر ثقافة تسيير الأخطار لدى مختلف المتعاملين وتبيان أهمية دور التأمين في حماية الممتلكات سواء بالنسبة للمستثمرين أو الفلاحين أو حتى المواطنين، لأنه يعتبر عبارة عن حماية للثروة سواء للفلاح أو المستثمر أو حتى الاقتصاد الوطني. جيد، الآن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي هو من أهم وأبرز المؤسسات المالية التابعة لقطاع الفلاحة، هل صحيح أن هناك استراتيجية يتم تصديرها من أجل أن يتجاوز الصندوق دوره التقليدي ويتحول إلى أدوار أكثر نجاعة أستاذ؟ أكيد، كما إحنا في معروف هو بصفة عامة النشاط التأميني معروف أنه الابتكار، مبدأ أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من ضمن استراتيجيته هو التجديد الابتكار خلق منتجات تأمينية جديدة. الهدف الرئيسي المسعى الرئيسي هو الاستماع إلى طلبات المشتركين وطلبات المخالطين وطلبات المحيط الاقتصادي، و لأننا خدماتنا هي دائما مبنية على الاستماع مشاكل المتعاملين، استماع إلى حاجات الفلاحين فيما يخص الحماية من الأخطار التي تهدد مختلف الممتلكات تاعهم. بهذا المبدأ أنه يسعى دائما في من ضمن استراتيجيته هو التجديد، هو الابتكار، خدمات جديدة سواء فيما يخص الجانب التأميني، خدمات جديدة فيما يخص تسهيل المخاطر، لأن كما هو معروف صندوق الوطني للتعاون الفلاحي بالاعتماد ولا بالنظر إلى أقدميته في النشاط أنه كما هو معروف أولى الصناديق
أنشئت بداية القرن التاسع عشر 1907 1908 1910. كنا حسب بلغة الأرقام هناك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عنده 120 سنة من الوجود. إذا دائما هذه الاستمرارية هي الأساس تاعها هو التجديد هو الابتكار، لأننا رايحين نحافظوا كما قلنا على نحافظوا على الثروة الفلاحية بالدرجة الأولى. احنا كذلك من سياسات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي هو مرافقة سياسة الدولة. أننا كما درك مؤخرا شفنا الدولة تسعى إلى تطوير الاستثمار الزراعي في الجنوب، أننا الحمد لله احنا نعتبره كأسبقية لنا ولا كنقطة قوة، أننا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يملك أكثر من 20 صندوق جهوي للتعاون الفلاحي، أكثر من 100 مكتب محلي متوزعة عبر الجنوب، أكبر شبكة موجودة متوزعة عبر مختلف نقاط الوطن. احنا اللي نعتبرها ميزة تميز الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أنه الإطارات تاعنا مختصين كذلك حتى في الجنوب، عندنا بياطرة، عندنا فلاحيين، عندنا صناعيين، عندنا كشغل اللي هي نعتبرها قوة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. هذو العوامل اللي خلونا نرافقوا سياسة الدولة ونكونوا نقدمهم في خدمة الفلاح، في خدمة المستثمر، في خدمة الاقتصاد الوطني. جي ذكرت جزئية هامة جدا وهو أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يجتهد من أجل خلق ما يعرف بالتأمين المبتكر. هل ممكن بعض ملامح هذا التأمين المبتكر أستاذ؟ هي من بين استراتيجية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الابتكار بالدرجة الأولى. احنا كما هو معروف كما قلنا كذلك المسايلة سياسة الدولة خاصة فيما يخص الرقمنة اللي نشوفه دائما ينادي بها السيد رئيس الجمهورية، أصبحت مشروع وطني. كل القطاعات مهتمة ومعنية برقمنة مصالحها. احنا كذلك بصفة عامة قطاع التأمين كذلك راه معني بهذه العملية، وبالخصوص بصفة خاصة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي راه يعمل كثير لتطوير خدماته بمختلف أنواعها، أنها تكون عن طريق الرقمنة، عن طريق بالخصوص احنا شفنا العملية قلنا أهم عملية في النشاط التأميني هو التعويض. الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في راهو يعمل لرقمنة عملية التعويض فيما يخص تأمين السيارات. الأمور مشات، أمور الحمد لله راهي تتم عن طريق الرقمنة، عن طريق التسويق الإلكتروني. رانا الصندوق راهو مسجلها كنقطة مهمة في استراتيجيته لتطوير العملية التسويق. احنا اهم عملية تخطاها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وهي رقمنة عملية التعويض، او عن طريق تسهيل منح التعويضات لصالح المنخرطين بمختلف الفروع. احنا هذه اللي تعتبر عملية مهمة تدخل في تنفيذ استراتيجية السلطات العليا بالعموم والصندوق المدير العام للصندوق بصفة خاصة. هذه أبرز النقاط اللي يعتمد عليها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. جيد. الآن حينما يتوسع النقاش حول المخاطر الكبرى التي تتهدد القطاع الفلاحي، يتوسع معها النقاش حول ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل إقناع الفلاحين بضرورة تأمين إمكانياتهم وقدراتهم الاستثمارية حتى نكون واقعيين أكثر. إلى أي حد هذه الحملات التحسيسية والتوعوية ربما آتت أكلها، وتقدرون أن هناك اقتناع لدى الفلاحين بضرورة تأمين ممتلكاتهم؟ احنا هذه نقطة ولا السؤال الجوهري أو الإشكالية الأساسية هو ثقافة التأمين، أو كيف نحث الفلاحين ولا نجعل نقنع الفلاحين حتى للانخراط بأكبر عدد في العملية التأمينية. هذه إشكالية معروفة على المستوى العالمي، ليست خاصة بالفلاح الجزائري. احنا كما هو معروف ان الدور التأمين هو حماية ممتلكات الفلاح، هو اننا نحافظ على الاقل على رأس مال الفلاح
ما نهضروش على الربح والفائده، على الاقل كي تجي خطر مناخي او حريق او بيئه في الثروه الحيوانيه، الفلاح يلقى امامه شركه تامين اللي تعوض له، وعلى الاقل تعطي له راس مال باش يحافظوا عليه في الدوره الانتاجيه. احنا دائما الصندوق الوطني عبر الصناديق الجهويه دائما صفتنا اننا تلقى الصفه الجواريه بتقديم تسهيلات الفلاحين، بتبيان الدور واهميه التامين عبر مختلف الوسائل عبر مختلف المناسبات. شفنا باللي في بعض الحالات اننا الفلاح يشوفها كتكلفه نوعا ما، رغم اننا نشوفوها من الجهه الاخرى انها اسعار رمزيه، اسعار تامين، انه حيث انه 1 هكتار حبوب قيمه التامين تاعو ما تعداش 80,800 دينار ولا 1000 دينار كاقصى تقدير، نشوفوها كاسعار رمزيه بالمقارنه مع سعر تكلفه المشروع. الا اننا نلقاو الفلاح نلقاو عزوف، احنا دائما ما فقدناش الامل، تلقانا نعاودوا قال ارواح امن يقولوا كان بالتقسيط، ارواح نعطوك تامين كريدي، نهايه المحصول نهايه الموسم اثناء بعد عمليه الحصاد ارواح خلص. احنا لان الدور تاعنا هو يتعدى الدور التجاري، ما لناش نديروا في التجاره، احنا هدفنا هو ان الفلاح وقت النكبه وقت الحريق وقت الحادث يلقى عقد تامين ويلقى الصندوق امامه نعوضوا له باش يبقى دائما في يستمر في الاستثمار في الاستثمار، لاننا رانا نشوفوا من سنه الى اخرى نتيجه التغيرات المناخيه، نتيجه الجفاف، نتيجه الحرائق، نتيجه الفيضانات، كذلك البرد، سقوط حبات البرد في خلال هذه الفتره، ان شاء الله الحمد لله ربي يغيثنا ان شاء الله غيث نافع. نشوفوا باللي الاخطار المناخيه الدرجه تاعها درجه الخطوره تزيد في السنه الاخيره، على ذيك اللي بالمقابل دور التامين راهو يزيد اكثر اهميه، لان التامين اصبح الوسيله الوحيده لحمايه الممتلكات، احنا ماهوش راح يحمي من عدم تحقق الخطر. معناتها مادام الاخطار المناخيه اصبحت تهديد قائم، نعم. التهديدات اصبحت شبه امر واقع، شبه محققه. اذا اصبح التامين كذلك الروح انه يكون شبه اجباري واجباري، لانني رايح باش دائما نحافظ على الممتلكات هذه، انه دائما التامين راح يعطي تغطيه وحمايه لاصحاب المال سواء فلاح او مستثمر، باش في حاله تحقق خطر انه يلقى الشركه امامه وترايحه تعوض له، ورايحه على الاقل لا ما عوضتلوش 100%، تعوض له باش يعاود يرجع النشاط تاعو باش يقعد دائما في حلقه الانتاج. هذه اذا تكلمنا على اهميه التامين والوعي الفلاحي. احنا شفنا الوعي التاميني هو مسؤوليه الجميع، مسؤوليه الجميع، لاننا موش مسؤوليه ليست بمسؤوليه شركه التامين فقط، لاننا شفنا رانا في اتصال مباشر مع الفلاحين ولا مع المستثمرين، قيمه التامين تتجلى متى؟ تتجلى اثناء تحقق الخطر. صحيح. اثناء تحقق الخطر فما نلقى الضحيه سواء الفلاح او مستثمر اللي ما يكونش مامل اللي يجي يبكي ويحب يحوس على حل، عطوا لي حل، انا فقدت الثروه تاعي، انا كانت عندي سواء لو هدرنا تكلمنا بلغه الارقام 100 مليون 500 مليون مليار استثمار ومكلف، ما نتخيلش انا كم رانا رجل مال واقتصاد وخبير، ما نتخيلش مشروع مهما كان التكلفه تاعو بدون تغطيه تامينيه. صحيح. لان قاعده في تسيير الاخطار الخطر صفر غير موجود. صحيح. لا نجزم باننا مستحيل. ننتقل من النقطه الف الى باء، لا نجزم بانني لا يقع لي حادث. صحيح. اذا الحل الوحيد هو التامين، هو التامين للحفاظ على الممتلكات. صحيح. لا تحدثنا على التغيرات المناخيه، مناسبه نذكروا ان هناك اخطار اخرى في الثروه الحيوانيه لا تقل اهميه، الامراض والاوبئه. صحيح. اننا سواء في شعبه تربيه الابقار، تربيه الدواجن، في تربيه النحل، كلها استثمارات تتطلب اموال ضخمه، نفس الشيء تتطلب
وعي وأهمية أكبر التأمين. للعملية التأمينية. جيد. في قضية التعامل التأميني يا أستاذ، تعامل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في العملية التأمينية، هل هناك مثلا خصوصية في التعامل مع شعب فلاحية معينة مثلا كالشعب الفلاحة الزراعات الاستراتيجية مثلا؟ فيما يخص المنتجات التأمينية اللي يقدمها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لشركائه، احنا هناك منتجات كلاسيكية معروفة. الاعتماد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عندنا اعتماد لممارسة كل الفروع التأمينية، أي كل المنتجات التأمينية. احنا كما تفضلنا كذلك خدماتنا مبنية على الإصغاء، أننا نسمع الزبائننا. مثلا سمعنا مؤخرا في إنتاج الحبوب، هناك كان عقد تقليدي كان فيه خطر البرد، خطر الحريق، فيما أصبح مؤخرا في بعض المناطق المنتوج الحبوب يتضرر بسبب الفيضانات. مباشرة تم إدراج منتج جديد وهو منتج الفيضان. كذلك في فروع إنتاجية أخرى، الخدمة التأمينية سهلة للابتكار ولإدراج منتج جديد، لكن الإقبال والإقبال من طرف المؤمنين لهم أو مستخدمي الخدمة التأمينية، هنا يتطلب العملية التأمينية تتطلب إشراك أكبر نسبة، أكبر نسبة من المنخرط أو المشتركين حتى تكون تغطية بشكل عادي. لكن هذا لا يعني أننا دائما الصندوق يسمع ويبتكر، هذا ماشي مشكل. احنا الهدف تاعنا هو جلب الأكبر عدد ممكن من المشتركين حتى تكون التغطية متوازنة. لأننا مثلا نتخيل في مثلا ندو مثال تأمين الأبقار، يجي فلاح واحد يأمن عنده 10 أبقار، يأمن لهم رأس المال تاعهم 400 مليون بسعر 40 مليون البقرة في 10 400 مليون، عقد تأمين تاعهم 20 مليون سنتيم نص بقرة. لنفترضوا عقد مدة العقد سنة، جاء فلاح واحد في شعبة كاملة، جاء في الفرع التأميني جاء فلاح واحد أمن عقد واحد تاع بقرة ب 20 مليون وطينا له تغطية تاع 400 مليون رأس مال، يموتوا له بقرة زوج ثلاثة، الفرع هذاك راه راح راه خاسر. إذا هنا واش نقول، العملية التأمينية تتطلب حتى يكون صندوق التأمين الفلاحي تاع الفلاح وصندوق الفلاحين يتطلب اشتراك وانخراط أكبر عدد من المؤمنين لهم، حتى تكون هناك خلفية تكافلية بين المستثمرين والصندوق. الميزة الكبيرة اللي تميز بها التعاون الفلاحي هو طابع تكافل تعاوني غير مربح، يقرب كثير للتأمين التكافلي. احنا دائما نشوف المدير العام للصندوق الوطني نبتكر كذلك في التسهيلات، لان الطابع غير مربح اننا نقدم تسهيلات في الدفع، تخفيضات تلحق حتى 50% و60% للمشتركين. كل هذا الهدف منه هو اننا نخلو الفلاح ولا نخلو المشتركين مع الصندوق في اريحيه، وكي يلقى الصندوق كي يجي للصندوق تاع الفلاحي يلقى باللي راهو في المكان اللي يصيب فيه راحته، في المكان المناسب تاعه. هذه جيد استاذ. الحركيه والتطور الذي يشهده قطاع الفلاحه في الان، هل استفاد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من التطور الحاصل في المجال الفلاحي في البلاد استاذ؟ اكيد. احنا دائما كما قلنا تفضلنا في البدايه، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لازم يرافق سياسه الدوله في الجانب التنميه الفلاحيه بمختلف مناهجها، لان احنا كما هو معروف الميزة تاع الصندوق الوطني تاع الفلاحة، كذلك الهيئة الوصية هي وزارة الفلاحة، كذلك ننسق ونعمل بالتوازي مع وزارة المالية، الاعتماد والإشراف من وزارة المالية، والسلطة الوصية هي وزارة الفلاحة. دائما استراتيجيتنا هي تشمل سياسة الدولة، تطبيق كل برامج الدولة ومتابعتها ومرافقتها في ما يخص التنمية الفلاحية. كما شفنا مؤخرا الحمد لله كان لنا شرف أن الصندوق الوطني تاع الفلاحي رافق عملية دعم الدولة للمنتجي الحبوب،
للعملية بدأت في شهر جوان 2023 عن طريق التقييم والخبرة للفلاحين المنتجين الحبوب المتضررين من جراء ظاهرة الجفاف. الحمد لله أن شفنا الدور فعال قام به الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في مختلف الولايات المعنية اللي هي 34 ولاية متضررة من ظاهرة شح الأمطار ونقص المياه، لانتج عنها الحمد لله، وهذه تحسب للدولة الجزائرية أن المنتجين الحبوب استفادوا هذه السنة استثنائيا من الخزينة العمومية عن طريق اقتناء الأسمدة والبذور بصفة مجانية من تعاونية الحبوب، والحمد لله مبادرة ما شاء الله لأنها تدخل في حماية الأمن القومي. كذلك احنا هذه نعتبرها نقطة نفتخر بأننا رافقنا البرنامج الجولة في هذه العملية. هذا يعني أن هناك جهودا كبيرة تبذل، ومن المهم جدا أن يقتنع المواطن ويقتنع المستثمر في قطاع الفلاحة بضرورة التجاوب مع هذه الجهود. أكيد، لأننا الفلاحة قطاع مهم، قطاع ثاني في الدولة الجزائرية. احنا كذلك لازمنا نلعب دورنا في إنجاح مختلف سياسات الدولة. كذلك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يبقى هو الرفيق الدائم ويسمع لجميع اهتمامات وانشغالات الفلاحين. جيد، السيد ناصر محمد الأمين المدير الجهوي بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شكرا جزيلا لك على الإفادة، واللقاء بك يتجدد قابل الفرص بحول الله. مشاهدينا الكرام، إلى هذا الحد ينتهي لقائي بكم، اللقاء يتجدد قابل الأيام بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.